السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم بمرستان تريننج سنتر. مع حضراتكم دكتوره زينب حسن، المدير الطبي والتنفيذي للمؤسسه. طبعا احنا النهارده عندنا ان شاء الله محاضره جديده من محاضرات بمرستان، وهي استكمالا لمحاضره امبارح، وكانت الجزء الثاني. الجزء الثاني ان شاء الله النهارده من الجي سي اي اورينتيشن اوفر فيو على كل معايير ان شاء الله الجي سي اي. طبعا احنا بمارستان بنقدم برامج كتيره جدا مجانيه ومدفوعه، بتخدم على الاكريديتيشنز او بتخدم على ما يلزم اي من زملائنا ان شاء الله لتقويه السي في والابجريدنج بتاعهم، سواء في جانب الاكريديتيشن او في جانب الكورسات اللي هي فيها امبلمنتيشن وجانب عملي، او في سواء الكورسات اللي ليها شهادات دوليه. تمام. وطبعا احنا عندنا برامج مجانيه في ال3 قطاعات وغيره ان شاء الله. وطبعا هيبقى في سيكتور جديد ان شاء الله هيكون مفاجاه تدخل فيه بمارستان برضو قريبا، اللي هيتابعنا ان شاء الله في كل المجاني، وهيكون كويس جدا وهتستفيدوا منه ان شاء الله. تمام. النهارده ان شاء الله حضراتكم سامعيني، النهارده ان شاء الله هيكون معانا دكتوره فايزه، وهي تستكمل ان شاء الله الجزء الثاني من محاضره امبارح. وزمايلنا اللي شرفونا بالحضور النهارده يقدروا ان شاء الله ان هم يشوفوا الدكتوره فايزه امبارح اسهبت تقريبا بالشرح، ويعني كانت مع الزملاء في كل اسئلتهم مشكوره، واجتهدت جدا الصراحه على مدار تقريبا 5 ساعات متواصله في الشرح للزملاء، بحيث يخرجوا عشان مش هنقدر ان احنا نكون زي امبارح. فممكن ان شاء الله النهارده تكون مده المحاضره من ساعه لساعه ونص، واي زميل ما حضرش امبارح ما يقلقش خالص، هو يقدر ان شاء الله يحضر الجزء اللي عداه كله. اللهم بارك امبارح من هيكون موجود عندنا ان شاء الله على السايت وعلى اليوتيوب، وهيكون ليه ان شاء الله شهاده حضور باذن الله. وهيكون في برنامج مجاني كويس جدا للجي سي اي، هيكون ان شاء الله في متناول الزملاء، ولكن ده طبعا جزء بسيط جدا من البرنامج المدفوع اللي هو هيكون متكامل، وهيكون بعدد ساعات اكتر من كده بكتير، وهيكون بمشاركات عمليه قويه من دكتوره فايزه وزملائنا ان شاء الله اللي هيكملوا شرح في الاجزاء الثانيه، لان ان شاء الله هيكون عندنا في اكتر من كونسلتنت بيشرح. ان شاء الله كلهم خبرتهم العمليه مميزه كده زي دكتوره فايزه، ان شاء الله هتستفيدوا منهم كتير. وهيكون في مشاركات عمليه طبعا، الهدف الرئيسي ان زميلنا يفهم كل معايير الجي سي اي، والهدف الثاني ان زميلنا يكون قادر ان هو ياخد فول ميت عند مرور السيرفير ان شاء الله، سواء في الجي سي اي او في الكاب او في الايزو او في الباهي او في الظهار او في اي من الكورسات الخاصه بالاكريديتيشن. تمام. طبعا احنا ان شاء الله بنكون معاكم في الاخر لاي استفسار اداري لاي زميل ان شاء الله بيكون عنده اي استفسارات اداريه على جانب كل برامجنا. طبعا احنا كان عندنا مبادره مجانيه، كنا اعلنا انها هتبدا ان شاء الله في ديسمبر، ولكن احنا هنأجل المبادره شويه ان هي تبدا مع بدايه السنه الجديده. فزمايلنا اللي هيسجلوا معانا حاليا يسجلوا بس اسمهم ان هم مهتمين بالمبادره المجانيه دي اللي هي خاصه ببرامج بمارستان المجانيه بشهاداتها المجانيه، وان شاء الله هيكون احنا بينا وبينهم تواصل باذن الله مع بدايه السنه لما نقرر البدايه الفعليه للمبادره بكل ان شاء الله قوتها. تمام. عشان ما اخدش ان شاء الله وقتكم اكتر من كده النهارده، اسيبكم ان شاء الله مع الدكتوره فايزه، وهنكون معاكم ان شاء الله في الاخر لاي استفسار اداري. شكرا جزيلا. شكرا جدا دكتورة زينب. إن شاء الله احنا هنكمل الجزء بتاعنا للجي سي اي اي زي ما تفضلت دكتورة زينب. الجي سي اي اي الشابتر بتاعه فيري هيوج، الاليمنتس والميجرابل اليمنتس بتاعتها كتيرة جدا حقيقي. يمكن الستيتمنت اللي بيكتبها فيه الميجرابل اليمنتس بتكون شوية برود، فهي محتاجة ان احنا نركز في قراية الميجرابل اليمنتس والامبلمنتيشن بتاعتها. زي ما تفضلت الدكتوره ان احنا ان شاء الله هيكون في برنامج برضو الامبلمنتيشن نفسها، كل الدوكيومنتس المطلوبه من سياسات من فورمز من مشاريع من داشبورد للكي بي ايز بتاعتك، وازاي تعمل تراك ليها. ففي يعني هيوج ايفيدنسز حقيقي هتساعدك كتير ان شاء الله في موضوع الامبلمنتيشن لكل المعايير.
خلينا نبدأ ان احنا هنتكلم اليوم على السي او بي اللي هو الكير اوف بيشنت. الكير اوف بيشنت طبعا بادئ بيها ان هو قال لك يونيفورم كير اوف اول بيشنتس، ان يكون عندك سياسة اسمها كده يونيفورم كير اوف اول بيشنت، يعني كل المرضى اللي عندك ريجاردلس الناشوناليتي الجنسية الفاينانشال ايشو والفاينانشال ستاتس بتاعت المريض الايج، كل المرضى عندك بياخدوا نفس الرعايه. ده طبعا يعني الكلام ده يمكن ينطبق على الجفرمنتال هوسبيتال اكتر، ان يتاكدوا ان كل المرضى بكل جنسياتهم بكل السن بكل الانواع بتاعتهم ان هم من ديفرنت كالتشر ان هم ريسيف سيم تريتمنت بتاعهم للمرضى نفسهم اللي هم ويز سيم هيلث كير بروبلم، وان ما فيش اي طبعا اختلاف بين المرضى وبعضهم في موضوع العلاج ريجاردلس السيتويشنز والستاتس بتاعتهم. برضه هنا بيتكلم على الكير بلان، تاني بندخل برضه في موضوع الكير بلان، وعايز اتاكد ان موجود في كير بلان كل مريض عندك بيدخل لك في المستشفى. والكير بلان زي ما اتعلمنا ان هو بيطلع من الانيشال اسسمنت بتاعتك والفايندنجز اللي بتطلع، وان في مالتي ديسيبلينري كير بلان، يعني النيرسنج بيعمل والفيزيشن وكل الديسيبلين اللي بيدخلوا في البيشنت كير لازم يكون في مالتي ديسيبلينري كير بلان، حتى بيحتاج يكون عندك مالتي ديسيبلينري تيم لازم يكون موجود. زي ما احنا عارفين ان في الكريتيكال يونتس يكون عندي المالتي ديسيبلينري تيم بيعمل راوند على البيشنت اون ديلي بيسز، وعندنا فورم بنعبي فيها طبعا كل الكومنتس بتاعتنا وكل الاوتكم والاكشن والريكومنديشنز والتريتمنت بلان اللي عملوا عليها اجريمنت. فالمالتي ديسيبلينري تيم بيركزوا عليه جدا في الجي سي اي اي. هنا كمان بيتكلم على الدياجنوستيك بروسيجر والتريتمنت، هنا كانت فور اول بيشنتس بتكون كل البروسيجرز بتاعتك والتريتمنت اللي موجوده بتكون از اوردر، عايز يتاكد ان كل البروسيجر بتاعتك ما يكونش فيه اي فيوليشن في ميس يوز او في هاي يوز لكل الريسورسز اللي موجوده في المستشفى بتاعتك. فهشوف السيستم هنا بتاعت الاوردرنج هنا للميديكيشن، هشوف السيستم بتاع الاوردرنج بتاع الراديولوجي، هيشوف الكونسلتيشن اوردرنج. المهم ازاي بيتم موضوع البروسيجر والتريتمنت هنا as per order زي ما هو كاتب لك، وان كل الريكوايرد كلها من البروسيجر والتريتمنت يكون دوكيومنتد، وما فيش حاجه اسمها فيربال، والفيربال والتليفون بيكون لي سيتويشن معينه. هنا بيتكلم تاني على individualized برضو plan of care، يرجع تاني على موضوع plan of care وان هي برضو مسؤولية كل الديسيبلين زي ما كاتبه، وحاطط لك تايم فريم قال لك ما تعديش ال 24 ساعة للبراكتيشنر اللي هو لازم يكون محدد الكير بلان، ودي الستاندرد اللي احنا عارفينه ان الكير بلان لازم تكون الكير بلان وليس الاسسمنت. الكير بلان تكون within 24 hours من البيشنت اسسمنت، طبقة من البيشنت ادميشن، ودي بتطلع اوت كام زي ما هو كاتب لك انيشال اسسمنت وري اسسمنت، بتعمل البلان اوف كير بتاعتك وتكون تاني مالتي ديسيبلينري. شوف هو كررها في كام ستاندرد وفي كام ميجرابل اليمنتس البلان اوف كير قد ايه هي مهمه، والمالتي ديسيبلينري بلان اوف كير برضو مهمه جدا. برضو اتكلم تاني على موضوع الهاي ريسك بيشنت، وان لازم يكون شايف بقى هنا جابها لك قال لك بوليسيز، يعني تعمل سياسات لكل الجروب بتاعت الهاي ريسك بيشنت اللي موجودين عندك. هعرفهم ازاي؟ طبعا انا عندي سكوب وعندي البوبوليشن بتاعتي، انا بعمل سيجمنتيشن للبوبوليشن اللي انا بخدمهم، فانا اكيد عارفه نوعيه المرضى اللي انا بخدمها، فانا اكيد عارفه نوعيه المرضى لو عندي بيشنت هاي ريسك، وزي ما قلنا الهاي ريسك بيشنت اللي هم الجيرياتريك جروب، الفالنربل بيشنت، البالياتيف بيشنت، الفايلنت بيشنت، البيشنت اللي هم بياخدوا كيموثيرابي، البيشنت اللي بياخدوا دياليسيز، الاميونو سبريس بيشنت الاميونوثيرابي، والبيشنت اللي هم عندهم immunity issues، وكمان البيشنت اللي هم بياخدوا راديشن ثيرابي. دي جروب على حسب، يعني انا حاولت اجمع لكم جروب الهاي ريسك بيشنت، بس طبعا اكيد لو انت عندك في السيرفيس اكتر من كده وانت شايفه هاي ريسك بيشنت وهاي ريسك جروب اوف بيشنت، فتحطها من ضمن لسته المرضى الهاي ريسك، وتعمل لكل واحد منهم بوليسي من الادميشن ومن المانجمنت والديسشارج والبلان اوف كير بتاعته لازم تبقى فيري كلير ومكتوبه ازاي، والاكسس اوف كير ازاي بيوصل الاكسس اوف كير بتاعه.
كمان هنا بيقلل لك الريسك اوف هارم اسوشيتد وذ كلينيكال الارم. طيب هو بيتكلم هنا على موضوع الالارم بالنسبه للماشين، فالطالب منك لازم يكون عندك سياسه، السياسه دي بيدخل معاك فيها البايوميديكال انجينير، لان بيحدد لك فيها مين الاجهزه، بيجمعوا كل اجهزه المستشفى ويقول لك مين اللي هي بيكون عندها فولس او ان اكشنبل الارم. يعني بيدي الفنتليتر عندك، عندك الانفيوجن بامب والسيرنج بامب، كل الماشينز اللي ممكن تدي الارم لازم يحطها في ليست ويقول لك هنا، وهو يحدد يقول لك الماشين دي بيطلع منها ممكن فولس واكشنبل الارم، وكمان يحدد لك الريت اللي هو التايم اللي ممكن يطلع لك منه الالارم. كل دوت يكون مكتوب في بوليسي مع الكوردينيشن مع البايوميديكال انجينير. هنا بيتكلم على كمان تشينج في البيشنت كونديشن، لو حصل تشينج في البيشنت كونديشن ايه الاكشن بتاعك. فاكرين لما قلنا الحالات اللي هي السي بي ار، الكوماتوس بيشنت او الانكونشس بتطلب له سي بي ار. طيب هو كل الحالات هطلب لها سي بي ار؟ لا طبعا مش كل الحالات هطلب لها سي بي ار. في حالات لو حصل ديتيريوريشن هو بيقلل لك اللود عليك في السي بي ار عشان مش كله تطلب له، فقلل لك، فرح حاطط لك معيار، قال لك لو حصل تشينج في البيشنت كونديشن. طلعنا كود اسمه ار ار تي رابيد ريسبونس تيم. طبعا ده تيم بيكون عنده كواليفيكيشنز، واخد اس ال اس، واخد بي سي ال اس طبعا، وبيكون كواليفايد، واخد براكتس على الانتوبيشن وعلى الهاي ريسك ميديكيشن، وفي كريتيريا معينه للمرضى دولت، ولازم تعمل بوليسي بيها للرابيد ريسبونس تيم بوليسي. وايه هي الكريتيريا اللي انت بتريسبونس في بليدنج، في بلاد بريشر لو، في مثلا السكر عالي بتاع المريض، في انكونشس ليفل كذا من كذا، تحدد السكور بتاع الجي سي اس وهكذا، فتكتب له السياسه. ده بيقلل لك طبعا من ان انت تطلب سي بي ار لكل الحالات وبتاخد عليها اكشن. وهنا طبعا يعني معظم الحالات اللي زي دي يمكن بيطلبوا لها ان هي ترانسفير تو هاي ليفل اوف كير، يعني بتتنقل مثلا من فلور لكريتيكال يونتس. هنا كمان بيتكلم على ريسستيشن سيرفيسز، عايز يتاكد ان يكون عندك ريسستيشن سيرفيس افيلبل 24/7 بتيم. التيم دوت يكون برضو كواليفايد زي ما قلنا، ومعاه سيرتيفيكيتس وكيبل، ويكون يشوف الماشينز اللي عندك، وهيشوف الكراش كارت، ويكون افيلبل كراش كارت، وتكون ستاندردايزد كراش كارت موجوده في كل المستشفى، وهيشوف البروسيس اوف المونيتورنج، كل الدراجز اللي موجوده في الكراش كارت وترتيبها جوه ازاي، وازاي بتشيك على الديفايسز اللي موجوده من الديفيبريليتر، من الاكسجين سلندر، من اللارينجسكوب، ازاي بتشيك، والفريكوانسي والدوكيومنت طبعا بتاع التشيكينج والديفيبريليتر والجولز اللي انت بتشيك بيه قد ايه. وهيسال الاستاف ان هو تو براكتس الديفيبريليتر عندك، ان انت يعمل براكتس لي هاو تو تشيك الديفيب بتاعته وهاو تو تشيك اللارينجسكوب بتاعك. عشان كده معلش في نقطه بس، اللارينجسكوب يا جماعه ما تحطوش جوه الكراش كارت، دايما لازم يبقى اون توب اوف ذا كراش كارت، لان في ناس بتنسى بتحطه جوه في باتري والباتري بتخرب، واحنا لازم نشيك عليه عشان ما نفوجش ان هو اللمبه بتاعته فيها مشكله او الباتري ما بتشتغلش او كده في اثناء السيتويشن. في كمان هنا بيتكلم تاني، فاكرين اتكلمنا في الاول في الدليفري، اتكلمنا هنا تاني في السي او بي على الهاندلنج اوف البلاد والبلاد ترانسفيوجن. عايز اتاكد من موضوع البروسيس اوف البلاد والبلاد برودكت، من الاوردرنج، مين اللي بيعمل اوردرنج، وازاي الاوردر ده بيوصل للبلاد بانك، والبلاد بانك بيعمل فيريفيكيشن ازاي، وايه الريكوست بتاعك، وبيوصل الريكوست ازاي بيوصل للبلاد بانك عندك، وبعدين النيرس ازاي بتعمل كولكشن للسامبل وتروح تعمل كولكشن للبلاد من ازاي، ويشوف الكونتينر اللي بتعمل فيه كولكشن، ويشوف الفورم تحت الريكوست نفسه، ويشوف الكونسنت بروسيس، ويشوف الادمنستريشن والمونيتورنج، ويشوف الرياكشن زي ما قلنا. الصوت يا جماعه ممكن سايلنت بس. ايه المحلات اللي طيب هنا دخل في جروب تاني للريسك اوف السيوسايد والسيلف هارم. بندخل هنا على جروب اللي هم دكتورة زينب، لو سامعانا بس اعملي لنا سايلنت للجروب، الله يرضى عليكي. لا في جامعة، لا ده هو، ده على مين؟ يعني
دكتورة زينب اعملي لنا ميوت في الجروب من فضلك، الاكسس معاكي. طيب نرجع تاني السكرين واضحة كده؟ تمام، ايوه تمام. حد بس يكتب لي بس مسج كده لو السكرين واضحة هو قدامكم. تمام دكتور اوكي يلا تمام اوكي. نكمل هنا على موضوع برضو عايز يشوف عندك سياسة للسيوساد والسيلف هارم، وهنتطرق ليه برضو في الكواليتي شابتر، لان موضوع السيوساد والسيلف هارم ده مهم جدا وحصلت انسيدنت كتير جدا. احنا عارفين اكيد الكلام دوت في مستشفيات للاجريسيف بيشنت والبيشنت اللي هم بيعملوا سيلف هارم او سيوساد اتمت، ودي واحدة من، لو تعرفوا السيوساد اتمت واحدة من ايه، تعتبر من السنتينال ايفنت. طبعا دي احد الكرايتيريا في السنتينال ايفنت. طيب فهو عايز يشوف بوليسي عندك ازاي انت بتمانج البيشنت وبتبروتكت البيشنت اللي هم يكونوا سسبكتد. بتدخل طبعا انت احنا فاكرين الانيشال اسسمنت مش في سايكولوجيكال اسسمنت بيطلع عنه، فانت بتشوف من الاسسمنت بتاعك ان البيشنت هنا مش قلنا الاوت كام، اهو الاوت كام ان المريض دوت ممكن يبقى عنده هاي ريسك فور سيوساد اتمت او سيلف هارم. فانا خلي بالي وانا بعمل له ادميشن اقول انا هعمل له ادميشن في غرفه مثلا نير ذا ستيشن، واشوف الروم اللي عندي ده هي الويندو بتاع الغرفه ما بيتفتحش وسيف وسكيورد، التويليت ما فيش حاجه ممكن البيشنت يأذي بيها نفسه. حصل ان مريض تخيله دخل له فيزيتور وبالولاعه وكل الغرف احنا عندنا هاند راب، لازم يكون في هاند راب طبعا في الغرف، الالكحول للهاند راب، استخدم الهاند راب دهن بيه جسمه و يعني ولع في نفسه. فدي من احد الانسيدنت اللي بتحصل، فاحنا خلي بالنا من الامور دي. حتى الهند الالكحول اللي موجودين في الغرف لانه وارد زي ما حصل يجيب ولاعه وكده ويستخدم الالكحول اللي موجود دوت ويحرق نفسه بيه. فكل الريسك ايشوز اللي موجوده في الغرفه للمرضى اللي هم سسبكتد يحصل لهم سيوساد اتمت او سيلف هارم او الاجريسيف بيشنت ان هم ياذوا الاخرين، نخلي بالنا منه. الغرفه في اي حاجه بقى عندك في الكيبلز بتاعت المشي يستخدمها، ممكن يخنق بيها نفسه ويشنق بيها نفسه كل الكيبلز تحت الماشين، فانا امنع كل الديفايسز اللي ممكن ان هو ايه يأذي بيها. فهو عايز يشوف الاسسمنت بتاعتك وعايز يشوف كل البريفنتيف ميجرز اللي انت بتستخدمها مع الساتش بيشنت. بعدين دخل في المانجمنت اوف ليزر، عايز يشوف البرنامج ان انت دكتور تسيف. لو سمحتي دكتور ممكن أسأل بس اتفضلي على حاجة في السيوسايت؟ هو لازم اتفضلي. السكريننج للسيوسايت يتعمل لكل البيشنت ولا البيشنت معينين؟ هي بارت من، مش هي مش سيوساد، هي اسمها سايكولوجيكال اسسمنت. فاكرين الانيشال اسسمنت قلنا فيها ايه؟ فيها تمام فيزيكال وفيها سايكولوجيكال وفيها دايتيشن، كل ده ونيتريشنال اسسمنت واحده منهم بتكون طبعا تمام فانت بتشوف السكور بتاعك، بتشوفي مريضك حالته عامل ازاي، فانت طالع عندك سسبكتد بتاخدي الميجرز بتاعتك بريفنتيف ميجرز. فهي يعني ما بارت من، نعملش حاجة مخصوص معينة، لا يعني لا نعملها في الاسسمنت، الاسسمنت من بس الانيشال اسسمنت لازم تكون بارت من الانيشال اسسمنت. هي بارت موجودة بس مش حاجة منفصلة يعني. لا لا ملهاش فورم منفصلة، لا لا هي بارت، تمام مجرد تمام ما ان انت تشوف المريض سسبكتد بتبتدي ان انت تستخدمي له الميجرز بتاعتك وتاخدي وتعملي له طبعا البلان اوف كير اللي احنا قلنا عليها وتاخدي البريكوشنز بتاعتك. هنا شكرا. بالنسبة للليزر، العفو الليزر هنا لو انت مستشفى بتستخدم الليزر عندك في حالات رمض، في حالات اندسكوبي، في السيرجري، ففي بريكوشنز معينة انا لازم اخدها، وانجينيرنج كنترول هو عايز يشوفها ويتأكد منها وتبقى مكتوبة في السياسة. يكون في مثلا ان هو في قفال امان لأجهزة الليزر دهيت، يكون في التحكم بمفاتيح معينة، يكون في ديسبلاي سكرين بتاعتها والاوبتكس اللي هي لازم تكون
يكون على الفيوينج بوزيشن، ما تعملش الاشعه بتاعتها ما تنتشرش في الغرفه اثناء البروسيجر. فدي كلها بيشيك على الاجهزه وبيشيك على السياسه بتاعتك ويتاكد ان الاستاف والمريض يكون سيف من الليزر ماشينز اللي عندك. هنا نفس الكلام بيتكلم على الليزر، هو قال لك هنا جزء كواليتي. لو تلاحظوا كده ان هو بص مدخل في كل شابتر مدخل لك كواليتي، قال لك خلي بالك لو حصل ايفنت هنا اعمل ريبورت، اعمل ريبورت، اعمل ريبورت، لان كل الكلام دوت هنشوفه في شابتر الكواليتي لما نوصل له ان شاء الله. هنا بيتكلم على الفود والنيتريشن ثيرابي برضو تحت الكير اوف بيشنت، هو شابتر لوحده تغذيه موجود في الاذر اكريديتيشن، هنا حاططها تحت الكير اوف بيشنت وقال لك خلي بالك تاخد اعتبارك الفود تشويسز بتاعت المريض عندك، وان تسال المريض ويعني انت عندك كتير ممكن ادفانس السيرفيس بتاعتك ان انت تسال البيشنت عن الفيفوريت فود بتاعه، وخاصه احنا لو عندنا ديفرنت ناشوناليتيز عندنا مثلا ديانات مختلفه، فعارفين احنا موضوع الديانات والجنسيات، فكل واحد بيبقى ليه فيفوريت فود. ما تجبرش المريض، فلان دوت ليه لو انا عملت ستاندرد فود يعني الصباح هياكله كذا والظهر وخلاص كله زي بعضه، المسلم زي المسيحي زي 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 الهندي زي المصري، لا هتلاقي الساتسفاكشن بتاعك هيقل والسكورينج بتاع الساتسفاكشن هيتضرب عندك. فهنا عشان كده الفود تشويسز مهمه، الا لو كان جابها لك بعد كده قال لك ايه، قال لك لازم ان انت يكون عندك الكلينيكال دايتيشن، يكون في عندك نيتريشنال اسسمنت للكلينيكال. مريض ديابيتك، مريض هايبرتنسيف، مريض كارديولوجي، مريض رينال، مريض ليفل، اوكي ده صحيح. هنا لازم ان انا استخدم طبعا اكيد انا معايا عندي الجنرال نيتريشن ديبارتمنت اللي هو الاكل العادي، وعندي طبعا الكلينيكال نيتريشنست اللي هم بيكونوا التغذيه العلاجيه للمرضى، مرضى قلب عندي ومرضى سكر ومرضى ضغط ومرضى دياليسز وكل الكلام دوت بيبقى ليهم سبيسيفيك دايت لازم يمشوا عليه. رجع تاني في موضوع البين، والبين هنا في الكيرو بيشنت مركز عليه جدا، عايز يشوف السياسه بتاعت الكرونيك بين مانجمنت والاكيوت بين مانجمنت. الاكيوت طبعا اللي هي الحالات اللي بتيجي فجاه كده بين او البوست سيرجري، والكرونيك بين مانجمنت اللي هم الكانسر بيشنت والترمينال ايل بيشنت والبالياتيف بيشنت. ازاي بتعمل لهم اسسمنت، وهشوف الاسسمنت بتاعك وهشوف الميديكيشن عندك ازاي وهاو فريكوينت، وازاي بتعمل له ري اسسمنت افتر المانجمنت، والاسسمنت في البين هيشوفه في الانيشال اسسمنت واشوفه في ري اسسمنت. لازم البين من الحاجات هو والالرجي يا جماعه، دي اول حاجه عينيهم بتروح عليهم البين والالرجي، فنركز في النقطتين دولت جدا ونحط في السياسه واضح جدا انا السكور بتاع البين قد ايه، وبعد الديس سكور ابتدي ان انا اخد المانجمنت بتاعي واقسم واقول ان ده مودريت بين ودوت هاي بين، والمانجمنت بتاع كل واحد طبعا منهم بيبقى على حسب السكور. المانجمنت مش من دماغي لا عشان يلا ندي بيثيدين يلا ندي هيب، لا البين مانجمنت ليه جايد لاين انترناشنال جايد لاين لازم اطلعها، وابتدي من الجايد لاين ده هي ان شاء الله لو خدنا الكورس هنبتدي نتكلم او نوريكم ازاي الجايد لاين دي بتطلع. ومن الجايد لاين انت بتعمل حاجه اسمها باثوي بتنزل بيه على المستشفى بتاعتك، فالجايد لاين دي حاجه بتكون انترناشنال لكن انت ما تقدرش تطبقه طبعا، كله بيبقى فيري هيوج ودوكيومنت كبيره جدا، فانت تروح مكسره عندك وعلى حسب وتعمل له كاستمايزيشن على السيرفيس بتاعتك وتعمل حاجه اسمها باث واي من الجايد والسورس بتاعك يكون الجايد لاين. هنا الاند اوف لايف بيتكلم على الاند اوف لايف بيشنت، عايز يشوف الاسسمنت بتاعتهم وان انت ازاي بتحترم اللي احنا قلنا امس ريليجيوس بتاعتهم والكالتشر والكالتشرال بريفرنس اتجاه القبلة، والله خلينا اجيب شيخ من بره يقرا لي قران، العائله حب سيبها دونت ريستريكت، ما تقولش رولز مستشفى، لا الاند اوف لايف ليها تانية رولز تانية وليها بيرميشن خاص للحالات اللي زي دي. وكمان الاند اوف لايف ما تحطوش مريض اند اوف لايف وداينج مع مريض تاني في غرفه، فالمريض اللي معروف ان هو جاسبنج واند اوف لايف وداينج دايما بنخليه في سنجل روم علشان السايكولوجيكال ستاتوس بتاعه المرضى اللي جنبه المريض اللي جنبه او الووتشرز اللي معاه.
بعدين هنا بيتكلم برضو في الهوسبيتال بروفايدنج الاورجان ترانسبلانت، اتكلمنا عليه اورجان ترانسبلانت، ما عندكش السيرفيس هتعمل السياسه، لازم تعرف بيها المرضى اللي هم هاي ريسك جروب عندك، مش كل مريض مش يونج داخلك وكده وتقول له اعمل لي ترانسبلانت واعمل لي دونيشن يعني، لا ده اللي هو هيتبرع، غير البروكروتمنت اللي هو هيشتري. البروكروتمنت هو حالته محتاج ان هو يشتري كلى او يشتري مثلا هيزرع قلب او هيزرع كلى او كبد، خلاص ده البروكروتمنت هتشرح له، لو انت ما عندكش السيرفيس هتريفير لسنتر بيزرع وتقول له منين بيحصل على الاعضاء، لكن الدونيشن هتجيب المرضى اللي هم الهاي ريسك اللي هو برندس حاله تيرمينال ال وكده، تبتدي ان انت تكلمه على موضوع الدونيشن، بيتكتب فين الكلام دوت، بيتكتب في النوتس بتاع الطبيب للحالات اللي زي ده هيت، وبيتكتب في البيشنت فاميلي اديوكيشن، وتوريه ازاي ان في كونسنت وان في بروسيس وان انا ممكن احولك لمراكز تتبرع فيها، وان انت ازاي تكتب اللي هي الوصيه يعني بتاعتك او القبول ان انت ممكن تعمل ترانسبلانت. هنا ريكويرمنت بتاعتك، قال لك لو هتعمل ترانسبلانت بروجرام عندك لازم يخلي بالك يكون عندك كواليفايد بيبول، يكون عندهم تريننج على حسب السيرفيس بقى، ليفر كدني ترانسبلانت بون مارو ترانسبلانت، الحالات الهيماتولوجي كل دوت لازم تكون سيرفيس ليها ريكويرمنت معينه في الخدمه عندك، لازم يكون في لاب مخصص للحالات اللي زي كده اللي هم هيبتدوا اللي هو يعملوا مثلا زراعه نخاع اوتو اللي هو يسحب من المريض، طب هيسحب منه فين والفصل والكلام ده كله ويطلع البلازما، كل دوت يعني سيتنج معينه وانفراستراكشر الخدمه لازم تكون جاهزه، لو فيها كدني غرف العمليات يشوفها ويشوف ان البوزيتيف بريشر رومز تكون افيلبل عندك، مش موضوع سيرفيس تبقى في ريجولار رومز وخلاص، لا ليها انفراستراكشر معينه ليها، هو كاتبها لك واضحه انفراستراكشر كيبل اهي، فدي ليها ريكويرمنت معينه طبعا. كمان قال لك فيها مالتي ديسيبلينري تيم، هنا مش مسؤوليه انا جراح الكلى هعمل ترانسبلانت كدني الحالي، لا لا لا، كل البرنامج الترانسبلانت لازم يكون مالتي ديسيبلينري بتيم واضح محدده، قال لك في الطبيب والنيرسينج والنيتريشن والفارماسي والانفكشن بريفنشن كنترول، عشان الانفكشن هنا لازم يكون معاك عضو ومعاك السوشيال وركر والسايكولوجيكال سبورت طبعا والسايكولوجيكال سيرفيسز، معاك سايكاتريك فيزيشن وعندك ريهابليتيشن عشان الفيزيوثيرابي، وعندك ترانسبلانت كوردينيشن اللي هو الكوردينيتر بتاعك، الكوردينيتر بتاع الترانسبلانت لازم يكون واخد تريننج والكلام دوت، هيشوفوه في البيرسونال فايل بتاعه وازاي بيتواصل مع المريض وازاي بيكوردينيت موضوع الترانسفير من الفاسيلتيز وبعضها، ولو هتنقله على سنتر خارجي كل دوت الكوردينيتور بينسقه، فهو هنا اتكلم في كذا ستاندرد وكذا مجرب الاليمنت على موضوع الكوردينيترز، حاطط طبعا الاليجيبل كريتيريا هتكتبها في السياسه بتاعتك، مين المرضى الاليجيبل اللي انا هعملهم ترانسبلانت، وايه هي السيت اوف اوردر اللي انت هتطلبها له قبل ما تقول ان المريض دوت فيت ان انا اعمل ترانسبلانت، والمتبرع كمان هيروح كاتب لي في المتبرع ان هو هيجي ويعمل تعمل له اكسبلينيشن وتعمل له اكسبلينيشن السايكولوجيكال سبورت، وتقول له ايه ريكوايرد منه من التست ومن الراديولوجي، ولو طلعت فيت وماتشد مع بعض اوكي هنبتدي نعمل، والبوست والفولو اب تريتمنت بعد موضوع الترانسبلانت وبعد موضوع الدونيشن هيتم ازاي للبوث اللي هو المتبرع واللي اتبرع، وهتكلمهم على موضوع الانفورمد كونسنت which is crucial طبعا مهم جدا في موضوع الترانسبلانت، وتشرح لهم كل البروسيس بتاع الترانسبلانت، هنا الكونسلتنت السيرجن وفي ويتنس على الموضوع ومعاك الكوردينيتور بتاع الترانسبلانت، اي ترانسبلانت سيرفيس لازم يكون ليها كوردينيتور خاص بيها، ما نقولش نيرسز او يعني اي نيرس تكون موجوده، لا اي برنامج ترانسبلانت هتعمله في المستشفى يكون عندك كوردينيتور. بيقول لك ليها بروتوكولز طبعا تكون موجود اكيد طبعا، انا بكتب لها سياسات وبطلع لها جايد لاينز، ومن الجايد لاينز زي ما قلنا انا بطلع باث ويز ليا انا، فهنشوف موضوع الجايد لاينز والمونيتورنج كمان للاوتكم بتاعك، هنشوف يعني ايه كلمه اوتكم اوف كير في شابتر الكواليتي. دي هنا نفس الكلام لل ترانسبلانت بروسيس. طيب ترانسبلانت، طيب هنا نفس الكلام، طيب اورجن ندخل على الانستيزيا. الانستيزيا شابتر لطيف جدا ما فيهوش حاجه، بيتكلم ان لو عندك الانستيزيا طبعا عندك
او ار سيرفيس، لازم هيكون عندك انستيزيا سيرفيس تكون طبعا اكيد موجوده، والناس اللي موجودين دهيت هيكون كواليفايد. الكواليفايد دي هعرفها منين؟ هروح على البيرسونال فايل ان انا هشوف عنده طبعا السيرتيفيكت الجراديويشن سيرتيفيكت، وده شابتر يعني شويه برضو محتاج يعني سوري ستاندرد محتاج شويه. البيرسونال فايل هنتكلم برضو فيه ريكويرمنتس صحيحه، لكن في بروسيس جوه يمكن نسمع عنها موضوع الكريدنشاليتي والبريفليج بروسيس فور ذا بيرسونال فايل، وتتاكد من الشهادات اللي جايه دي ما تكونش شهادات مزوره، ونحاول نشرح لكم ان شاء الله موضوع الكريدنشاليتي والبريفليج بيتم ازاي البروسيس بتاعته، لان دوت زيرو توليرنس في الموضوع دوت طبعا، وبيخافوا جدا فبيتاكدوا من الكواليفيكيشنز هنا بطريقه معينه. صحيح هي مكتوبه كده برود ستيتمنت، لكن بيكون لها بروسيس معينه. هنا الادميشن للبروسيجرال سيديشن بيكون ستاندردايزد، يعني بيكون في سياسه موحده، كل البروسيجر اللي عندك اللي هياخد سيديشن في المستشفى هتكون ستاندردايزد. انا ما اروحش عمليات النساء الاقيها فيها بروسيس غير عمليات القلب، غير عمليات الجراحه الجنرال سيرجري، فعايز يشوف سياسه بالنسبه للسيديشن تكون موحده على مستوى المستشفى. خلي بالنا من موضوع السياسات، بيحصل ان الاقسام بتعمل ريدندنت بوليسيز، وتلاقي كل واحد كاتب سياسه، وبتلاقي في المكان سياستين وثلاثه على نفس الموضوع، كل واحد كتب بطريقه معينه، وده دور الكواليتي هنا مهم جدا جدا، ان هو يتاكد ان السياسات مش متكرره في المكان عنده. وهشوف التخدير طبعا، وهشوف اجهزه التخدير والمكان والافيلابيلتي ليها، وهشوف الاستافنج هنا لازم يكون برضو معاه الكونشس سيديشن كورس، دي من الريكويرمنت اللي مطلوبه للتخدير، لان هم بيدوا كونشس سيديشن صح؟ بنديها في الاندسكوبي، بنديها في اي بروسيجر ممكن بتاخد سيديشن، للحاجات اللي هي الماينور بروسيجر، وتكون ليستد ايه هي البروسيجر اللي انا ادي فيها الكونشس سيديشن. في واحد هتركب له مثلا سنترال لاين، فهتدي له حاجه كده دورمي كان بسيط كده بس يهديه، فدوت مش اي حد يديه، ريكويرمنت كونسلتنت او اسيستنت كونسلتنت طبعا. والناس اللي هتديها لازم تكون واخده كورس اسمه كونشس سيديشن كورس، من ضمن الكورسات اللي مطلوبه زي البي ال اس والاس ال اس والبالس والتروما لايف سبورت تي ال اس. طيب هنا براكتيشنر، طيب يعني كلها بيتكلم على السيديشن، وبرضه هتدخل وانت بتعمل كونسنت هنا. فاكرين لما اتكلمنا على موضوع الكونسنت، وان الجراحه ليها كونسنت والبلاد ليها كونسنت، الانستيزيا كمان ليها كونسنت، خلي بالنا واحنا بنعمل كونسنت خلينا نعلم المريض ايه هي الانستيزيا بتاعه والتايب اوف انستيزيا والالترناتيف اللي هو ياخدها فور تو البروسيجرال سيديشن. طب انت هتقولي لي هي الجنرال انستيزيا ليها الترناتيف؟ في الترناتيف، ممكن لو واحد بيرفض ممكن اعرض عليه اللوكال انستيزيا، ممكن سباينال، ممكن لو انا هدي حاجه بروسيجرال او لوكال سيديشن يرفض اللوكال فادي له جنرال انستيزيا، وفي ناس بترفض اللوكال اديها جنرال، المهم ادي الترناتيف ثانيه للسيديشن وللانستيزيا، ودي مسؤوليه الانستيزيا فيزيشن هنا، وهو بيشرح للمريض وبياخد منه الكونسنت في العياده وبيعمل له اسسمنت برضه، وبيطلع من الاسسمنت زي ما قلنا اوت كام، والاوت كام دي ممكن يقول لك المريض نوت فيت فور سيرجري، لا ده كارديولوجي ده محتاج لسه اكزامينيشن اكتر من كده، فكل دوت شايفين هو قال لك ايه اسسمنت اهي، والبري اندكشن اسسمنت كل دوت لازم يتعمل في الفايل، مش مجرد انا تخدير مريض عمليه يلا اوكي ندي التخدير، لا لازم بيدخل يتعمل له اسسمنت، وبنشوف الاوت كام بتاع الاسسمنت لو محتاج اكتر فيرذر تريتمنت هديله، ويكون دوكيومنتد في الفايل على موضوع الاديوكيشن على التايب اوف انستيزيا اللي هو هياخده ومده التخدير ده قد ايه ونوعه، كل ده لازم يتكتب في البيشنت فايل مع الاسسمنت. الانستيزيا كير اتكلم لك في الانستيزيا هنا على البوست اوبريتيف بين مانجمنت، عايز يشوف هنا بعد ما الريكفري في الريكفري اريا، عايز يشوفك ازاي انت بتعمل بين مانجمنت، وكمان هيطلع الامبيشنت او الكريتيكال يونت على حسب ما تنقل المريض، عايز يشوفك ازاي عملت بين مانجمنت بوست اوبريتيف، وبعدها قد ايه ممكن المريض يطلع لك الساعه 12 والنيرس عملت بين اسسمنت الساعه 5 مثلا،
مثلا، لا عايز اشوف الوقت من الريكفري لما طلع لك القسم فوق بدات ان انت تعمل بين مانجمنت ويكون دوكيومنتد في الفايل عندك. هنا الفريكوانسي والتايب اوف مونيتورنج ديورنج الاناسيزيا، عايز يشوف هنا اثناء الاناسيزيا والريكفري، اثناء الاناسيزيا الاول هنا هيشوف قد ايه المونيتورنج بتاعك، لان في شيت مظبوط احنا بنشيك على المريض اثناء البروسيجر، فعايز يشوف المونيتورنج شيت دهيت وانت بتمونيتور المريض وايه هي الاليمنتس اللي انت بتشيك عليها اثناء البروسيجر، فده لازم يكون برضو في ملفات المرضى اللي عاملين جراحه والشيت بتاعه المونيتورنج اثناء الاناسيزيا تكون موجوده. Post anesthesia status is monitored and documented. فين post anesthesia status اللي هي بتكون فين؟ بتكون في الريكفري. فاحنا عايز يشوف برضو هنا موضوع الريكفري وايه التول اللي انت بتستخدمها. يعني الكومن احنا بنستخدم الالدريت سكور اللي هو 8 اوت اوف 8 اللي بيشيك فيها على الاكتيفيتي والكونشسنس والريسبيريشن والسكين كلر والسيركيوليشن تحت المريض، وعلى اساس السكور بتاع اللي انت كاتبه في سياستك ممكن تقول 6 اوت اوف 10 او 7 اوت اوف 10 البيشنت هيكون ديسشارج من الريكفري اريا. والمونيتورنج اثناء الريكفري لازم يكون عليها فورم للمونيتورنج برضه. سيرجيكال كير از بلاند اند دوكيومنتد، برضه الكير هنا للجراحه. يعني النوت بتاع الاطباء بعد الجراحه يا جماعه، ما نطلعش المريض من العمليات وهو مش مكتب له بوست سيرجري كير، لازم يكتب مثلا تو مونيتور البيشنت فور كلوزلي every 15 minutes مثلا for 1 hour او for 2 hours وكيب البيشنت ان بي او وتو ستارت مثلا اورال فلويد، كل دي instructions هو بيكتبها لازم تبقى موجودة في البيشنت فايل بعد السيرجري، دي اسمها surgical care planned and documented وتكون موجودة في البيشنت فايل. كمان risk والbenefit alternative are discussed with the patient. هتعرف المريض طبعا تاني برضو هنا في موضوع البيشنت فاميلي اديوكيشن على موضوع الجراحه بتاعته والكونسنت بتاعه والريسك اوف السيرجري واللينث اوف ستاي والكوست وايه هي الريسك اللي ممكن يحصل من الجراحه دهيت، ولو في الترناتيف رفض المريض ايه الالترناتيف. زي ما قلنا في دايما بيستخدموا في الجراحه حاجه اسمها wait and watch. wait and watch يعني خلاص انا رفضت الجراحه ممكن يسيبه كده under observation ويكتب طبعا ان المريض هنا disagree على surgical procedure وان instead احنا هنستخدم plan of wait and watch ويعمل له frequent monitoring عن طريق labs عن طريق radiology على حسب البلان بتاعته هو او الدياجنوست بتاع المريض اللي هيستخدمه. طبعا هنشوف الملفات بتاعت الجراحه، الريبورت، التمبلت، الاوبريتيف بروجريس ريبورت، الانستيزيا ريبورت، والمونيتورنج والريكفري، كل دوت لازم يكون موجود في البيشنت فايل. البيشنت كير هنا افتر سيرجري از بلاند اند دوكيومنتد. تاني كل البوست سيرجري documentation تكون موجودة وريكوردد وتبقى مونيتور اتليست يكون خلال 24 ساعة فرست 24 hours يكون هنا ايه الكونسلتنت او السيرجن او اللي هو الكو يعني الاسيستنت بتاعه ان هو يمونيتور المريض فرست 24 hours. يعني انا عملت جراحة اطلع للمريض على الاقل اشوفه بعد الجراحة وممكن اشوفه مرة تانية، تكتب شوف في البوليسي بتاعتك قد ايه، المهم ان انت تكون كلوز مونيتورنج للمريض بتاعتك within 24 hours بعد الجراحة اللي عندك، مش ما تعملوش الجراحة وما تشوفوش غير بعد يومين. نيجي هنا للميديكيشن مانجمنت، يعني شابتر مهم جدا مركز جدا في موضوع التريسر فيه زي ما قلنا، وعايز يتأكد من كل الميديكيشن اللي موجود عندك من اول ما عملت اوردر، وازاي تتأكد ان الاوردر صحيح والترانسكريبشن وموضوع الادمنستريشن لكل التايبس اوف الميديكيشن عشان نمنع الميديكيشن ايرور اللي هو موجود. فهو هيشوف طبعا من الاول خالص هنبدا بموضوع ايه الاورجنايزيشنال استراكشر، مين رئيس الفارماسي ومين الفارماسيست اللي موجود، بعد كده هيدخل على موضوع يشوف اللايسنس فارماسيست الشهادات بتاعتهم ويشوف البيرسونال فايل ويشيك على ملفاتهم، ويبتدي بعد كده ما اتاكد من الاستراكشر تمام يدخل على موضوع الميديكيشن ويشوف الاوردرنج ازاي والديسبنسنج والديستريبيوشن والدراج انفورميشن عنده
يكون موجود ازاي، دراج انفورميشن يعني كل الدراجز اللي موجوده في الفارماسي هل عليها ليفلتس، وازاي انا بتاكد واعرف معلومات عن كل دراجز موجوده ازاي. طبعا في هوسبيتال مطبقه الكترونيك سيستم، الالكترونيك سيستم دوت مجرد ما انت مثلا بتسحب دراج معين بتعمل بريس على اسم الدراج بيطلع لك كل دراج انفورميشن بتكون على سكرين قدامك، فالنيرس تقدر تقرا او الفيزيشن او كده. فده اوتوماتيك سيستم بيبقى موجود في الفارماسي، بيبقى موجود في كل الاقسام اللي هي بيكون فيها دراج، وبتكون طبعا سكيورد وليها اكسس معين، ومش اي حد يبقى ياخد الاكسس، ان هم الاثيورايزد ستاف اللي هو هيدي ميديكيشن اللي هم نيرسز مثلا او فيزيشن بيكون ليهم سبيسيفيك اكسس، والاكسس ده ما حدش يشاركه مع التاني. وحتى ايفن بتكون كونكتد طبعا السيستم الالكترونيك سيستم دوت بيكون كونكتد بي ال بتكون كونكتد بالاوردرنج سيستم بتاعك، فانتجريتد سيستم. وده لغه العصر يا جماعه، موضوع الانتجريشن بين التكنولوجي والتكنولوجي ديفايسز اللي موجوده، بنحاول نقلل الايرورز على قد ما نقدر، لان طبعا المانوال اوردرنج بتاع الميديكيشن نو واي، ولازم نعترف بيطلع منه هيوج نمبر اوف ميديكيشن ايرور. فالسيستم السيستم اوردر ده حقيقي رائع وقلل كتير الميديكيشن اوردر. طبعا في الاوردر نفسه هيبقى في ايرور من الفيزيشن وهو بيكتب الاوردر، يعني كتب فريكوانسي غلط، كتب دوز غلط، ماشي في الرايتنج، لكن كديسبنسنج بروسيس وادمنستريشن بيبقى الموضوع رائع حقيقي في الريزلت بتاعته. عايز اشوف هنا مهمه جدا النقطه دي يا جماعه، الانتي بايوتيك ستيور شيب، وده ديبيت في المستشفيات. موضوع الانتي بايوتيك ستيور شيب بيرموها على الانفكشن كنترول، لا، الانتي بايوتيك ستيور شيب بتبقى تحت الفارماسي، وبيتكلم طبعا هنا على موضوع اليوز اوف الانتي بايوتيك والابروبريت تايب والدوز والديوريشن والميس يوز والاوفر يوز. وليه الانتي بايوتيك بالذات، ليه لازم يكون عندي انتي بايوتيك ستور شيب، ولازم تكون بارت من الفارماسي كوميتي اللي انا بمونيتور كل البروسيسز وكل الميديكيشنز اللي عندي منها الانتي بايوتيك مونيتورنج. لان للاسف الانتي بايوتيك فيه ميس يوز وديفرنت تايبس اوف انتي بايوتيك بتضيع المرضى وبتوديهم على قصه الام دي ار او اللي هي مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم، صح ولا لا؟ وبنلاقي نفسنا استك مع المرضى وجاله اورجانيزم طبعا فور ايفر، خلاص انا مش عارفه اعالجه، وهيفضل المريض عندي كل ما هيدخل لي في ايزوليشن، يعني هدخل في قصه كبيره معاه. فعشان كده موضوع الانتي بايوتيك ذكرها صريحه، وهتلاقيها في كل الاكريديتيشن بوديز ستاندرز جايب لك موضوع الانتيبيوتيك ستيور شيب دي. كمان هو بيتكلم على الانفكشن كنترول هنا، تكون من ضمن التيم اللي موجود في الفارماسي كوميتي، فلازم يكون في عندك انفكشن كنترول بروفيشنال يكونوا موجودين، تمام؟ فازاي لما يسيب لك الموضوع كده اوبن وبيقول لك يكون في بروسيس تو مونيتور الميديكيشن وبروسيس تو مونيتور كذا وكذا وكذا، اكيد في سياسات، واعمل كمان كوميتي. موضوع الكوميتيز واللجان مهمه جدا جدا، ويكون فيها مالتي ديسيبلينري تيم، وقال لك منهم الانفكشن كنترول والنيرسز والفيزيشن والفارماسي والبيشنت، برضو لو هتدخل حد ممكن من البيشنت يكون عندك في موضوع الانتي بايوتيك سوري موضوع الفارماسي كوميتي. لازم يكون عندك مجموعه من السياسات ومجموعه من الجايد لاينز، ما قالكش ايه هي يعني سابها لك، لكن موضوع الستور شيب هنا كتب لك عليها بوليسي. فبرضه لازم يكون عندي مجموعه من الجايد لاينز لكل بروسيس عندي في الفارماسي، اعمل سياسه، ونحاول نديكوا ان شاء الله بعد كده مجموعه السياسات والجايد لاينز اللي ممكن تستخدموها في الفارماسي وفي موضوع الانتي بايوتيك. في هنا قال لك كمان لازم يكون عندك ليست اوف ميديكيشن باي بوث براند نيم والجينيريك نيم، يعني لما نروح تلاقي في الفارماسي عندك والستور بتاعك يكون عندك ليست من البراند نيم والجينيريك نيم بتاعت الدراج، وكمان تكون ريفيود زي ما قلنا امس، زي ما بنعمل هاي اليرت واللوكالايك والساوند لايك ميديكيشن والكونسنتريتد دراج ريفيود انولي. نفس الكلام عندك كل الميديكيشن ليست بتاعتك لازم تكون ريفيود
annually، ويكون عندك very clear process to monitor الميديكيشن بتاعتك عشان ما يبقاش فيه loss، ما يبقاش فيه misuse للميديكيشن. فازاي انت بتعمل tracking للدراج بتاعك manual electronic ما فيش مشكلة، بس المهم يكون عندك process واضحة تتأكد من الميديكيشن يوز اللي عندك، وال ما يبقاش فيه يعني misuse او للميديكيشنز اللي موجود، وتبقى عارف الأدوية دي بتروح فين وبتتصرف ازاي، ومناسبة كمية الصرف اللي اتصرفت للستور اللي كان عندك ولا لأ. وبندخل هنا في قصة طبعا الانفنتوري والبار ليفل والستور ليفل اللي هو موجود، والإميرجنسي ليفل اللي لازم يكون موجود في القسم. دي برضو يعني هتدخل في قصة هنا الانفنتوري بتاعت الدرج، وخاصة موضوع البار ليفل للقسم. في كمان هنا الميديكيشن ار بروبابلي ان سيفلي ستورد، يعني عايز يتاكد ان كل الادويه بتاعتك تكون سيفلي وبروبابلي ستورد في الفارماسي وفي الامبيشنت وفي الكريتيكال يونتس. هيشوف لها يعني في الامبيشنت ما تكونش كده في اوبن اريا ولا على ستيشن، لا يكون في غرفه اسمها ميديكيشن روم. نفس الكلام الكريتيكال يونت يكون في عندك غرفه اسمها ميديكيشن روم. ما نروحش نلاقي ترولي وتلاقي الادويه مفتوحه في كوريدور والمرضى رايحين والفيزيتورز والووتشر والكلينر، والميديكيشن ده ممكن يتسرق بسهوله واكسسبل لاني بادي، ممكن يفتح الترولي ده ويسحب الميديكيشن. فانت تحاول يكون عندك سكيورد في مكان معين وبروبابلي ليبلد طبعا لكل الدراجز اللي موجود لو انت هتخزنه عندك في الاقسام. كمان قال لك ايه سيوتابل كونديشن، سيتابل كونديشن اي مكان هتحط فيه دراج يا جماعه لازم ان هو يكون الغرفه دي مونيتور. يعني ايه؟ احط لها ديفايس يقيس التمبريتشر ويقيس الهيوميديتي بتاعتي. اهم حاجه التمبريتشر بتاعتي ما تكونش درجه حرارتها عاليه جدا، وهنا دور الصيانه يقول لي ان درجة الحرارة الاكسبتابل في الغرفة عشان الادوية مثلا من 22 ل 24، وانا بقى عارفة ان هي لو فوق ال 24 الاكشن بتاعي ان انا هعمله تكون فيري كلير من الكلام دوت مكتوب في السياسة، والهيوميديتي الرطوبة بتاعة الغرفة تكون كذا في ديفايس بيقيسها، ولو الهيوميديتي عدت رينج معين ايه الاكشن اللي انا اخده ايميديت اكشن علشان احافظ على الادوية. في كمان هنا الامرجنسي ميديكيشن طبعا، وهيشوف الميديكيشن هنا سكيورد وليبلد زي ما قلنا، ولازم تكون سيبريتد ولازم تكون سكيورد. والامرجنسي ميديكيشن اللي هو موجود في الكراش كارد وموجود كمان فين، كل ده امرجنسي بقى ميديكيشن، الهاي اليرت ميديكيشن واللوك لايك والساوند لايك والكونسنتريتد دراج، كل دوت تحت جروب يعتبر امرجنسي دراج. فهو عايز يتاكد من الافيلابيليتي والستورنج بتاعته والمونيتورنج ازاي والسكيورنج، وازاي بتعمل هنا مونيتورنج للدراجز والكميات بتاعتها وكده. ميديكيشن ريكول سيستم، احنا عارفين طبعا موضوع الميديكيشن ريكول سيستم وايه البروسيس بتاعتها، لازم برضو تحطها بوليسي هنا، وان دوت يعني قصه اللي هي الميديكيشن ريتيرن من الامبيشنت او من كل الاقسام اللي هي فيها دراج هترجعها مره تانية للفارماسي. خلاص هتكتب لي بوليسي واضحه للدراج ريكول تكون موجوده عندك. طريقة الريكول السريع لما يتواصل معاكم مثلا اي ايجنسي خارجية او من الداخل، ودايما بتيجي طبعا بتكون من الايجنسي من خارج، ان هو يجي مثلا اس اف دي اي يقول لك خلي بالك، او يعني شوفوا اي ايجنسي مسؤولة عن الادوية تبعت لك تقول لك ان انت اعمل لي ريكول للبنتابرازول مثلا او دراج معين موجود عندك او بسكوبان. فانت ان انت تبتدي اميديت وتحط تايم فريم تاني وتالت ورابع، موضوع التايم فريم ما يتنساش، ان انت تكولكت الميديكيشن دوت من كل الاقسام اللي هو موجود فيه، لان انت عارف كفارماسي باين عندك انت مخزن الادوية دي فين. ما تعديش ال 24 ساعة ويكون عندك فورم تجمع فيها كل الريكول دوت والأقسام تعبي فيها. طب أقسام معهاش، أنت هتبعت لكل الأقسام، معهاش ما يكتب لكش كلمة نل أو يكتب لك كلمة زيرو، خلي بالك لا يكتب الكلمة دي مش كافية، لازم يقول لك إنه ميديكيشن ماتشنج وير فاوند. أنا ما عنديش، عشان يأكد يبقى هو مسؤول إن ما فيش دراج عنده في اللي أنا محتاجة إن أنا أسحبه يكون موجود
عنده. وبعد كده بسحبه طبعا، بجمعه في ايزوليتد اريا معينه لغايه ما ابتدي ان انا ارجعه للفندر او للشركه اللي هي هتيجي تجمع الادويه دي، والسبلاير هنا هم اللي مسؤولين طبعا ان هم ياخدوه. هتبتدي ان انت تعمل نيو باتش وتريبليس الدراجز دوت، اتس اوكي، مش هيعمل ريبليسنج، تحط الترناتيف دراج تاني من الفارماسي، ف اتس اوكي. فشوف البروسيس بتاعتك، لو ليه الترناتيف ماشي، او هتغير الباتش كله، مشكله باتش بس معين فهتغير بباتش تاني، اتس فاين. ف هنا برضو بيتكلم على الريكونسلينج، ميديكيشن ريكونسليشن. ميديكيشن ريكونسليشن هي بروسيس طبعا انا بشوف فيها مع الادميشن كل البيشنت اللي هو ايه عنده ميديكيشن ات هوم والفيزيشن اوردر الجديد، وابتدي ان انا اعمل ماتشنج بين الدراجز وبين بعضه علشان اشوف لو في اي دوبليكيشن، لو في اي مثلا ميديكيشن ده كان بياخده قبل كده. فالميديكيشن ريكونسلنج لازم يعمل ريفيو للميديكيشن اللي هو بريفيوس ميديكيشن مع الكارنت ميديكيشن او الديسشارج ميديكيشن اللي كان مع المريض قبل كده، او من الميديكيشن هيستوري لو بياخد طبعا نيو بيشنت عندي وبياخد دراج جديد، فلازم اعمل له ريكونسلنج بروسيس، وليها طريقه معينه وليها نماذج طبعا بيستخدموها في الريكونسلنج وليها بوليسي. طبعا هو عايز هنا يشوف كواليفايد برضو ستاف، لازم يكونوا هم اللي مسؤولين على موضوع البريسكريبشن والبريسكريبشن والاوردرنج والترانسكريبشن براكتسز، يشوفها مكتوبه في السياسه، وازاي انت انا كفيزيشن بعمل اوردر، وازاي التمريض بيعمل بريسكريبشن، وازاي بعمل بكولكشن للدراج، وازاي بعمل له ادمنستريشن، وازاي تاشور الكوركت ميديكيشن اللي انت عندك، وان انت كاتب فول انفورميشن وفول الاوردرز لكل الدراجز اللي انت كاتبها، من الدوز، من الدراج، من الفريكوانسي، من الروت اوف ادمنستريشن، السيفن رايتس او التن رايتس اوف ميديكيشن administration، تكون documented. حتى لو انت بتستخدم manual لازم يكون 10 rights of medication administration تكون، او medication ordering لازم تكون ايه تكون موجودة. عايز كمان يشوف هنا process to manage the incomplete illegible and clear order. handwriting مش واضح، unclear order، رونج اوردر، انت بتتصرف ازاي يا فارماسي؟ عايز يسالك هنا، وهيبقى الكلام دوت مكتوب في السياسه، بتتصرف ازاي لو انت جالك اوردر انكمبليت او الليجبل او انكلير بالنسبه لك؟ ايه الاكشن؟ تتصل بالتليفون، بتعمل ديسكونتينيو من عندك، بتتواصل وانت اللي بتعمل كوركشن، ولا الطبيب هو بيعمل كوركشن؟ المهم البروسيس بتاعتك اللي جوه تكون مكتوبه واضحه في السياسه بتاعتك. هنا dispensing in safe clean environment، يعني هيشوف طبعا انا اذا كان عندي اي في بريبريشن روم موجوده في الاقسام او في الفارماسي، يعني تكون اكيد طبعا كلين، كل البي بي ايز اللي انا بستخدمها من الجلافز، من الجاون، من الماسك لازم يكون افيلبل، الاريا يكون فيها فنتيليشن كويس، تكون كلين، ما يكون فيها سينك حوض علشان الهاند ووش، كل دي الفاسيلتيز هيشوفوا الاريا اللي انت بتعمل فيها بريباريشن للدراجز، ويكون عندك ستيرل سوري يكون عندك ستيل سيرفيس علشان تعمل كليننج وتبتدي ان انت تعمل بريباريشن عليه لكل الميديكيشن بتاعك، ميديكيشن بريسكريبشن والاوردر والريفيود، وطبعا فور ابروبرتنس عايز يشوف البروسيس هنا للميديكيشن بريسكريبشن، يعني الطبيب كتب لك هنا دراج انت عملت له ازاي verification وتاكدت ان هو الدراج ازاي مظبوط. عندنا طبعا الفيريفيكيشن بروسيس كتيره جدا في موضوع البار كود سكاننج، لو بتستخدموه بتعمل سكان على الدراج وعلى البيشنت ريس باند علشان تتاكد ان هو الدراج الصحيح. في كمان موضوع ممكن يعني انا بدي ديفرنت اوبشنز في كلينيكال ديسيجن سبورت سيستم، ده سوفت وير ان بيدي لك اليرت كده على السيستم ان خلي بالك ان الدراج دوت التايم بتاعه دلوقتي مثلا الساعه 6 قبلها ب 30 مينت، ومثلا يدي لك اليرت يقول لك ان ده هاي دراج، هاي اليرت دراج. طب ليه هاي اليرت دراج؟
البوليسي بتاعت الهاي اليرت وانت بتكتبها خلي بالك من الدبل تشيك، هو ما قالهاش هنا صريحة بس بنحتاج فيها الدبل تشيك علشان بنخاف من الايرورز فيها، واندبندنت دبل تشيك، وتشرح البروسيس بتاعت الاندبندنت دبل تشيك ليس فقط في الادمنستريشن. ما انا ممكن فايزه معلش رحت جبت امبول ناركوتيك بيثيدين وسحبته في الغرفه لوحدي وحطيته في جيبي واعطيت للمريض اي حاجه بسكوبان ولا اي حاجه تانية، ورحت جايبه زميلتي قلت لها اهو دبل تشيك، اه تمام هو ده مظبوط مظبوط. لا، الدبل تشيك بيبدا من اول ستيب، من اول الاوردر، الاوردر مظبوط، نروح نسحب الدراج مع بعض، نروح نعمل بريباريشن للدراج مع بعض، ونعمل ادمنستريشن مع بعض، وهي بتقرا معايا الاوردر لحالها وانا بقرا لحالي، ده الاندبندنت دبل تشيك من البروسيس من اي تو زي، والكلام دوت اتكتب في البوليسي فيري كلير. الالكترونيك بريسكريبشن طبعا زي ما قلنا دلوقتي موضوع التكنولوجي موجود، ان الاوردر لازم يكون فيه طبعا ستين رايتس اوف ميديكيشن ادمنستريشن، موضوع الابريفيشن تيك كير من الابريفيشن مش مقبول الا لو عندك سياسه للابريفيشن، والابروفد ابريفيشن ليست تكون موجوده، موضوع الالرجي زيرو توليرانس، لازم تتاكد ان الالرجي يكون مكتوب ان المريض عنده نو الرجي لاي دراجز موجود او عنده الرجي لدراج معينه، طبعا دي من البيشنت فيريفيكيشن، والانتر اكشن ريفيو ما ننساش الانتر اكشن، الفارماسي هنا دوره ان هو يشوف يعمل لو هو عنده لسته مثلا، لو هو بيشتغل مانوال او في سوفت وير سيستم احنا بنستخدمه للداتابيز عشان نعرف بوتنشال انتر اكشن بين البريسكرايبد ميديكيشن والميديكيشن اللي هو كان موجود بياخده المريض. فعلى حسب الفاسيلتي عندك والريسورسز بتاعتك يا تعملها مانوال، ويا اما هيكون عندك سوفت وير سيستم بيساعدك في موضوع ان انت تو ريفيو الانتر اكشن. بس دي من الحاجات زي بالظبط ما بنراجع وبنعمل دراج كونسلنج و دراج ريفيو للانتر اكشن، برضو دي من الحاجات اللي هي ايه مطلوبة جدا. الدبليكيشن اوف ثيرابي، الدبليكيشن اوف ثيرابي احنا قلنا ان احنا عشان نراجع هنا كل الدراجز اللي كانت مع المريض علشان ما يكونش فيه ايه مالتيبل دراج فور سيم كونديشن، يعني هو كان بياخد ضغط علاج ضغط والطبيب لما جاله راح كاتب له نوع تاني من علاج ضغط، بتحصل. عشان كده فاكرين المعيار بتاع اللي في الاول اللي قلنا الريكونسيليشن، هو ده بروسيس بتاعت الريكونسيليشن، اتاكد ان الميديكيشن فيه هيستوري كده بارت في الانيشال اسسمنت يقول لك ميديكيشن هيستوري، تكتب لي الميديكيشن هيستوري وبيتكتب على الاوردر، وانا دلوقتي جالي الطوارئ ولا جالي في العياده وهعمل له ادمشن اروح كاتب الاوردر بتاعي، هنا ريكونسيليشن بروسيس عشان يتاكد من كل المواضيع اللي قلنا عليها، من مواضيع الانتر اكشن، من مواضيع الدبليكيشن اوف ثيرابي، الكلام ده يبقى كله موجود في بوليسيز. بريبيرنج وديسبنسنج هنا لازم يكون سيف تاني وتالت ورابع على موضوع السيف اكيوريت والتايملي ديسبنسنج. يعني ايه تايملي ديسبنسنج؟ شوف هو كلامهم اوبن، فعشان كده الجي سي اي عايز شويه تريننج اكتر وشويه نكون فوكست على الكلام ونترجمه، دي ترجمه غير يمكن المعايير الثانيه بتكون فيري كلير لما تقرا بيكون سهل بالنسبه لك وبيقول لك طالب فيها ايه. فهنا تايملي يكون عندك سياسه انت بتحددها اللي هي اسمها اسمات او ستاندرد ميديكيشن ادمنستريشن تايم، تكون محدد مش فايزه تدي الساعه 8 واحمد يدي 7 وعلي يدي الساعه 10 كل واحد يدي بمزاجه، لا لا لازم في تايم للديسبنسنج وادمنستريشن. العلاج الساعه 8 ساعات، كل 8 ساعات هيتعاطى 8 4 12 مثلا، علاج كل 12 ساعه 6 و6 او 8 و8 او 7 و7 على حسب. فلازم يكون عندنا ستاندردايز بوليس يا جماعه لموضوع الادمنستريشن والديسبنسنج للدراج، وحتى ايفن في الالكترونيك سيستم ما يمنعك ان انت تفتح البوكس نفسه اللي فيه علاج المريض قبل وقته. تخيلوا الاوتوميتد سيستم شفناها في اجهزه، كل مريض هو طبعا بيبقى كابنت فيه كل الادويه وكل مريض ليه بوكس لوحده، ما تعرفش تفتح البوكس بتاع المريض ده لو انت مثلا مش وقت علاج ليه، غير الامرجنسي دراج طبعا. الامرجنسي خلاص دوت ليها كابنت لحاله وليها بريكوشنز ثانيه وانترفينشنز ثاني خالص. qualified individuals هنا permitted، فاكرين لما قلنا امس ان هو qualified يعني تمريض، يعني انا بحض بدي دراج، خلي بالكم مطلوب منكم تدوا بيحضروا IV preparation course وcertificate وتكون موجوده في البيرسونال فايل، وكمان يكون في الجوب ديسكريبشن ما ننساش كلمه medication administration، وما ننساش لو الاطباء بيدوا دراج معين هنكتب لهم موضوع prescribing
وادمنستريشن لو بيدوا هم بيعملوا ادمنستريشن للدراج زي الحالات الريتنا مثلا اللي هو بيعمل انجكشن، زي الحالات اللي هي بتاعت البون مارو ترانسبلانت مثلا هو بيعمل انتراتيكال كيموثيرابي، هو اللي بيعمل انجكشن مش اي حد بيكون فيزيشن كواليفايد. فلو هو كواليفايد واثيورايز بيرسون خلي بالك اكتب الجمله دي في الجوب ديسكريبشن. قال لك كمان هنا عايز محتاج بريفليج بروسيس، فاكرين الكريدنشاليتي وبريفليج، بدي بريفليج هنا للطبيب اللي هو مسموح له يدي انستيزيا، ما هو ده دراج صح، واخد سيرتيفيكت واخد اديوكيشن اتعمل له كريدنشاليتي طلع منه بريفليج اقول ان هو اثيورايزد ان هو يدي دراج. التمريض بعمل له مش بريفليج بقى، التمريض اسمه كومبتنسي، بعمل له تريننج وبعمل له كومبتنسي جدد كل سنتين ان هو كابابل ان هو يدي يعمل اي في بريبريشن وان هو يدي ميديكيشن تكون موجوده، وطبعا تكون عشان كده وقال لك كواليفايد يعني مش هعمل التكنيشن تبقى اثيورايز انها تدي لي ميديكيشن. تكنيشن ليها جوب ديسكريبشن معين ب يعني اثيورايزيشن لحاجات معينه، تعمل لي سكين كير بيشنت كير، تعمل لي دريسنج مش دريسنج بوزيشننج تساعدني في البوزيشننج، في حاجات ليميتد بالنسبه لها بيشنت ترانسفير من من مثلا من الامبيشنت هتروح تعملها لي اكس راي ولا تودي لي اللاب او كده، فده ليهم ديفرنت رولز يعني موجودين. نفس الكلام برضو بيدخل في في معيار برضو الادميشن والبريسكريبشن والادمنستريشن. طيب هنا في نقطة مهمة جدا بيقول لك ايه، ان البروسيس البروسيجر جوفرن ميديكيشن بروت انتو ذا هوسبيتال باي ذا بيشنت اور فاميلي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا مريض دلوقتي جاي لك وجايب لك العلاج بتاعتي، كيست العلاج بتاعتي معايا قد كده، انت بتعمل فيها ايه؟ لازم يكون عندك بروسيس واضحة في المستشفى، بتاخدها منه وبتديله منها، ولا بتاخدها منه بتنزلها الفارماسي والفارماسي عنده كابينت والكابينت ده بيكون ليبلد وبكل كل مريض ليه بوكس معين بيحطه فيه، ولا ما بتنزلهاش الفارماسي وبتخزنها عندك في القسم وعندك برضو دولاب انت بتخزن فيه الادويه وكل مريض لحاله مش كله على بعضه طبعا، لا كل مريض ليه كونتينر وسكيورد وحاطه ليبل عليه وكده، ولا انت بتسحبها منه وتنزلها الفارماسي وتديله منه. المهم it's differ from hospital to hospital، انت شوف عندك البراكتس بتعمل ايه واكتبه في سياستك، في خاصة في موضوع سياسة اللي هي brought by patient and family سياسة لوحدها. في كمان هنا as a sample، شايف قال لك ايه محتاج سياسة على الميديكيشن brought under the hospital as a sample. by the way في السعودية احنا عارفين اي الجوفرنمنت hospital الممنوع الموضوع ده prohibited وممنوع ممنوع ممنوع منعا باتا اي سامبل او فري يعني سامبل من الشركات تدخل المستشفيات الحكوميه. عندك سامبل بتجيلك وبتقبلها لازم تحط لها بروسيس واضحه، انت الدراج سامبل دوت بيجي بيروح فين، مين اللي بياخده، مين اللي بيستلمه، بتعمل له لوج عندك ولا لا، محتاجين نشوف لوج للدراج دوت بكل حاجه بكمياته باسمه بالاكسبايري ديت بتاعته، الفارماسي بيشيك عليه، بتخزنه فين في الفارماسي ولا بتخزنه ليه مكان معين ولا بتوديه المستودعات، كل الكلام دوت الاستورج بتاعته بيكون اندر ابروبريت كونديشن، ما تقولش بقى ان ده عينات وترميها لي في اماكن حر والهيوميديتي بتاعتها رايحه يعني في دنيا ثانيه والسامبل تخرب، والسامبل دي انت بتعمل بيها ايه؟ لازم يكون عليها انفنتوري، بتتسرق ممكن؟ اعمل لي انفنتوري، ما تقولش سامبل خلاص دي فري سامبل، لا لازم تعمل عليها انفنتوري عشان تتاكد ان هو المس يوز ممكن بيستخدموها وتتوزع، فيا تمنحها عندك خالص يا تعمل لها بروسيس واضحه للسامبل، يا تمنع الادويه اللي جايه مع المريض من البيت وتقول له ما تجيبش ادويه معاك، يا تحط بروسيس واضحه لموضوع الميديكيشن برو وذ بيشنت فروم هوم. هنا الميديكيشن افكت اون بيشنت ار مونيتورد، كل طبعا الدراجز اللي هي الهاي اليرت والريسك ميديكيشن كلها انا بعمل لها مونيتورنج هنا بالادفيرس دراج رياكشن،
محتاج يشوف سياسه عندك وبروسيس واضحه للادفرس دراج رياكشن وريبورتنج اوف الادفرس دراج رياكشن، وازاي الاقسام بتريبورت الكلام دوت، وفي نماذج ليها ولا لا، وفي سياسه والتايم فريم اوف ريبورتنج والاكشن والمانجمنت لو حصل ادفرس دراج رياكشن بتاعتك. والمونيتورنج برضو زي ما بنقول بيرمي حته كده كواليتي في كل شابتر، فبيقول لك خلي بالك ان انت لازم تعمل مونيتورنج لكل الميديكيشن ايرور بتاعتك وتعمل لها اناليسيس والنير مس. ما تقولش انه ما حصلش حاجه الحمد لله، لا، حتى ايفن النير مس عايزين نشوف النير مس حصل ليه. فلازم يكون عندك داتا واضحه جدا. موضوع الميديكيشن ايرور، موضوع النير مس في الميديكيشن ده كروشيال بارت، فلازم نهتم بيه، يكون عندنا داتا. الداتا دي انا محتاج ان انا اعمل لها اناليسيس بديفرنت تايبس اوف ميديكيشن ايرور. يعني ما اقولش ميديكيشن ايرور 70 واسكت، لا، انا يا بتاع الكواليتي خلي بالك في الريبورتنج اللي بيجي لك من الاقسام تعمل لي اناليسيس كاتيجورايزيشن الميديكيشن ايرور، وتقول لي ده في الاوردر ولا في الترانسكريبشن ولا في الادمنستريشن ولا في الليجبل اوردرنج فين، علشان احسن من البروسيس. ما هي الداتا كولكشن في الاخر هنشوفها في الكواليتي، مهمه جدا ان احنا بنشتغل عليها. وجا شابتر الكواليتي اللي هو الكواليتي امبروفمنت اند بيشنت سيفتي كيو بي اس. كيو بي اس انا حابه اختصره لكم، شغله رائع وجميل جدا عليه، يعني محتاجين يكون ناس كواليفايد كتير فيه وتكون ملم بكل حاجه في موضوع الكواليتي. فعشان كده هو قال لك هنا لازم يكون كواليفايد انديفيدوال، كواليفايد انديفيدوال يكونوا موجودين واخدين تريننج على الكواليتي في كل حاجه. بقى ما تقوليش انا ما اعرفش اكتب سياسه وانت بتاع كواليتي تكتب سياسه، ما تعرفش يعني ايه الفرق بين الجايد لاين والباث واي، لا، تعرف الفرق بين الجايد لاين والباث واي، وتعرف يعني ايه كي بي ايز، وتعرف ازاي تعمل كي بي اي، وازاي تعرف التايبس اوف الكي بي ايز، وتعرف يعني ايه بيرفورمانس امبروفمنت بروجكت، وتعرف لي ايه هي البريوريتي اوف البروجكتس ده هي عندك ازاي، وتعرف الريسك، وتعرف كمان البيشنت سيفتي وكل ما يخص الريسك، الريسك ريجستري والار سي اي، كل دوت خلينا نتكلم عنه. المهم يعني هو قال لك كواليفايد انديفيدوال يكون معاك تريننج قوي في موضوع الكواليتي. ودكتوره زينب ان شاء الله تعمل لنا كورس على الكواليتي، كواليتي كورس ان شاء الله، نديكوا حاجات حلوه جدا جدا بايفيدنسز بدوكيومنتس تقدروا تستفادوا منها كتير ان شاء الله. في هنا كمان شايف قال لك ايه، ميجر سيلكشن اند داتا كولكشن، داتا 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 ميجرز، مهتمين جدا بموضوع دوت. واي حد على فكره اي اكريديتيشن بده هتلاقيهم بيهتموا جدا بالميجرز بتاعت ميجرز اللي هي ايه، بيسموها ميجرز، بيسموها كي بي ايز، كي بيرفورمانس انديكيتورز، عايز اشوفها، عايز اشوف التايبس بتاعتها قد ايه، وعايز اشوف الريبورت اللي عندك والتايبس اوف الكي بي ايز بتاعتك. ما تحطليش كي بي ايز معينه اوت كام وما عنديش انا بروسيس ولا عندي انبوت ولا اوت بوت، لا طبعا، يكون عندك كل التايبس اوف انديكيشن، مستشفى يبقى فيها كل انواع الميجرز اللي موجوده. وما ننساش البيشنت كير والكير ديليفري، لازم يكون عليه كل خطوه، كل قسم في المستشفى عندك لازم يعمل لك مؤشرات اداء يقيس اداء المرضى، يقيس اداء الستافنج على البيشنت كير. مش بنلاقي المورتاليتي ريت عالي والانفكشن ريت عالي والدنيا رايحه مني ومفيش جوفرنينج نهائي. الجوفرنمنت يا سوري، الجوفرنانس، الحوكمه الاكلينيكيه مهمه جدا. حوكمه ازاي الاكلينيكيه؟ احوكم الشغل الاكلينيكي بتاع الناس بسياسات، بجايدلاينز، بباثويز، بكي بي ايز، بريزلت، بامبروفمنت بتحصل بعد كده. كالتشر، لازم يكون عندي كالتشر اوف كواليتي موجوده وكالتشر اوف سيفتي. طيب ايفيدنس بيس، دي برضو هنا بيتكلم على موضوع الجايدلاينز وعلى موضوع الكي بي اي، موضوع الباثويز ان هي تكون موجوده، هيشوف كي بي ايز وهيشوف الامبلمنتيشن، وهنشوف كمان الريزلت. ما المونيتورنج اوف جايدلاينز دي يعني عليها كي بي ايز، مؤشرات، ازاي طبقتها واخترت ليه الجايدلاين دوت يكون عندك، تمام. قال لك شوف هنا ايه، aggregation and analysis of data، analysis of data، الداتا اللي انت جمعتها دي لازم نعمل لها analysis، نشوف على شكل يا سلام graphs، داشبورد حلوه طالعه من عندك واناليسز ليها، وتقول لي في دروب هنا، وتقول لي لا ده في عندي مشكله في الحته دي، وابتدي ان انا اعمل هنا كل الاجريجيتد والاناليزد داتا دي استخدمها في البرفورمانس امبروفمنت بعد كده، واعمل بيها مشاريع تحسينيه. كمان هنا قال لك
خلي بالك ان انت ممكن تعمل external database to comparison your performance. وفي طرق كتيرة جدا نعرفها في موضوع الاكسترنال، انا اقارن نفسي بالخارج بايه. عندك جايد لاين ده انترناشونال، يبقى انا السكوب بتاعي ما تقوليش انا 50 سرير مستشفى ومستشفى ما فيهاش سيرفيس وتروح تقارني نفسك بمدينه مش عارفه مين الطبيه اللي فيها، لا قارن نفسك باللي شبهك، بالمستشفى اللي فيها نفس السيرفيس بتاعتك اللي قدك في السيرفيس وفي الخدمه اللي بتقدمها، ابتدي ان انا اقارن نفسي بيها. لو ما فيش بنش مارك، في حاجه اسمها بنش مارك وفي حاجه اسمها تارجت، وايه الفرق بينهم وبين بعض، وازاي اقيس وازاي مونيتور، وانا اباف البنش مارك يعني ايه وبيلو البنش مارك يعني ايه. هنا statistical tools والتكنيكس اللي قال لك عليه اللي انت تستخدمه، ولازم نعرف الكواليتي تولز. هنا لازم ابقى واخده تريننج عليه واعرف استخدم في الاناليسيس بتاعتي، اعرف استخدم الكوز والافكت اللي هي الفيش بون او الشيكاغو دايجرام، اعرف التشيك شيت، اعرف الكنترول تشارت، واعرف الار سي اي والفيميا والران تشارت والفلو تشارت والسكاتر والباريتو والهيستوجرام، اعرف السكس سيجما واعرف اللين تولز والميثودولوجيز بتاعتهم اللي انا بستخدمها اللي هي ايه الدماك او الفوكس بي دي سي اي اللي هي الكومن ميثودولوجي اللي احنا بنستخدمها في المشاريع بتاعتنا. وفي طريقه كده بتكون بروفيشنال ان انا اعرض بيها المشاريع بتاعتي وطريقه كتابه المشاريع التحسينيه بتاعتنا، وبيطلع منها جوائز يعني الكلام دوت. في كمان هو عايز يقول لك بص انا محتاج هنا واحد على الاقل يكون عندك هوسبيتال وايد بريوريتي امبروفمنت بروجكت، حسن لك الكوست والافشنسي. يبقى عايز يشوف حاجه تحسينيه عندك اتليست 1 بير يير، حاجه حسنت هايلي بريوريتي بالنسبه لك. هايلي بريوريتي يعني ايه؟ بيشنت سيفتي دي هايلي بريوريتي، ستافنج هايلي بريوريتي، الكير دليفري اوف كير، اي حاجه في الكير دليفري تكون هاي بريوريتي ليك انت، عملت لها تحسين واثرت في الكوست، قللت لك الكوست بتاعك، والافشنسي اللي هي ايه؟ الاستخدام الامثل للريسورسز. عايز هنا كمان يشوف الانترنال بروسيس للفاليديشن في الداتا، بجمع داتا هل بتعمل لها فاليديشن ولا لا، ولا بيجي لي من الاقسام يقول لك ده انا زيرو كلابسي وزيرو كاوتي والهاند هايجين بتاعي 100، انت بتاخدها مسلم بيها ولا بتعمل فاليديشن؟ رحت للميديكال ريكورد، لما نيجي للميديكال ريكورد وبيعمل اوديتنج على الديسشارج وعلى الدوكيومنتيشن وقالت لك ده انا الملفات كلها بيرفكت الدوكيومنتيشن 100%، وهو بيجي السيرفي يفتح لك الكلوز ذا فايل لا الدنيا كلها ضايعه، ولا عاملين ديسشارج بلان ولا عاملين انيشال اسسمنت ولا عاملين ميديكيشن مكتوب بطريقه غلط والابريفيشن مال الملفات والدنيا راحت منك. فانت بتعمل هنا يا كواليتي فاليديشن، ده دور هنا الكواليتي فايل كيو بي اس، دورك تعمل فاليديشن. طريقتك فكر ازاي هتعمل فاليديشن. السنتينال ايفنت ونيجي الشابتر السيفتي برضو، ده اللي هو بيشنت سيفتي والريسك. واتكلم هنا على السنتينال ايفنت، لازم نكون فيري كلير. السنتينال ايفنت ديفينيشن معروف للناس، السياسه مكتوبه، الكرايتيريا اوف السنتينال ايفنت، وطبعا الكرايتيريا هنا يعني كوزاره الصحه حاطه رقم وسيباها حاطه رقم، وزاره الصحه طلعت الى الان 31، انا بتكلم على وزاره الصحه السعوديه 31 سنتينال ايفنت كرايتيريا، دخلوا ريسنتلي فيها الماتيرنال ديث ريجاردليس maternal death دي بسبب diagnosis، بسبب مشكلة healthy، مش بسبب regardless ايه هي ال maternal death دخلت من ضمن sentinel event. فعايزين نشوف ان في sentinel event policy، الكريتيريا واضحة للناس والناس عارفين ايه هو definition بتاع sentinel event، وبيعمل ريبورتنج ازاي، والبروسيس اوف ريبورتنج بتاعك ازاي، مانوال سيستم ما فيش مشكله، بس يكون في بروسيس. الاكشن بتاعك خلال قد ايه، وايه الاكشن اللي انت بتعمله. طبعا احنا عارفين يعني اي بي سي بنعمل في سنتينال ايفنت الار سي اي روت كوز اناليسيس، وبتعمله خلال قد ايه، ومين التيم اللي عندك في الار سي اي والسي او بتبلغه ولا لا، وهل في هوت لاين عندك، عشان افرض انت دلوقتي الكواليتي دوامها للساعه 4 ولا للساعه 3 وحصل سنتينال ايفنت في الويك اند، ولا حصل سنتينال ايفنت بعد الوركينج اورز، ايه الاكشن اللي انت هنا، هل في هوت لاين بيتواصلوا عليه.
علشان تاخد اكشن، ولا هيستنوك بعد ما ترجع من الويك اند ومن الفاكيشن او الهوليداي. فدوت السنتينل ايفنت والار سي اي وبيسالوا عليها، لازم يكون عندك الاحصائيات بتاعتها بانواعها، وبعدين تعمل مونيتورنج. اهي الهوسبيتال مونيتور الامبلمنتيشن، ما تعملش كوركتيف اكشن بلان واتكتب وزي الفل وسبناه، لا لازم اتاكد بعد ما خلصته من الامبلمنتيشن بعد كده ومونيتور بقى كلوز مونيتورنج، علشان الموضوع ده ما يتكررش ايه مره تانية. واستفاد من السنتينل ايفنت بايه؟ بحاجات تانية كتيره جدا هو جابها لك كده برود شويه في الكلام. اعمل نون بليمينج كالتشر، ما تخوفش الناس، انزل اعمل ليدرشيب راوند سيفتي راوند واطمن الناس وما تخوفهمش ان احنا ما عندنا نون بليمينج كالتشر، نو هارم، ما تقلقوش، ما فيش اي مشاكل، ما حدش يقلق من الريبورتنج، وتشوف النمبر اوف الاو في ار اللي بيحصل له ريبورتنج عندك قد ايه، وانكرج الستافنج بتاعك على ان هو يعمل ريبورتنج وتدي له فيدباك علشان يحس ان هو عمل حاجه فاليبل عندك، مش يجي لك الاو في ار وترد عليه وتعمل له كلوز والناس ما تعرفش الفيدباك. الكواليتي اعملوا اناليسز يا جماعه، وابعتوا الاناليسز ده كوارترلي على الاقسام، والاقسام اجتمعوا بالاقسام بالستافنج بتاعهم وعرفوهم بالستاتوس بتاعه الاو في ار بتاعتهم والسيتويشن. السيستم يتعمل الكترونيك، يتعمل مانوال، اي سيستم عندك، المهم تقفل اللوب وتبلغ الناس اللي عملت ريبورتنج بايه الاوتكم علشان تحسس ان هو مهم، ما يجيش بعد كده يقول لك ما انا بكتب ومحدش بيقول لي حاجه، وده اللي بيحصل. ما بعرفش انا نتيجه الاوفر اللي كتبت فانا مش هكتب تاني. هنا طبعا برضو زي ما قلنا الانالايزنج طبعا. طب احنا الكلام ده كله بنناقشه فين؟ في الكواليتي بيننا وبين بعض كده، ولا يكون عندنا كوميتي؟ هيكون عندنا كوميتي يعني اسمها كواليتي وبيشن سيفتي كوميتي او كانسل زي ما انت هتحبوا تسموه في المستشفى عندك، تناقش فيها كل ما يخص الكواليتي ايشوز ده، بوليسيز بروسيجر دوكيومنتيشن داتا فاليديشن اوف داتا ريسك ايشوز بيشنت سيفتي ريسك تريننج بروجرامز بيشنت اكسبيرينس داتا، كل الكلام دوت يتناقش داخل الكواليتي والبيشنت سيفتي، الكي بي ايز بتاعتها والنتائج بتاعتها والمشاريع التحسينيه بتاعتك. كواليتي وبيشنت وامبروفمنت جابها لك في معيار لوحده، قال لك الامبروفمنت لازم نعمل مشاريع تحسينيه، وقلنا المشاريع التحسينيه ليها طريقتين، طريقه السكس سيجما وطريقه اللين اللي هي البديكا سايكل فوكس بي دي سي ام، والديميك سايكل طبعا لو هتستخدم السكس سيجما وليها طرق وليها التولز بتاعتها. هنا الريسك مانجمنت، هشوف الريسك ريجستري والميديكيشن بتاع الريسك انت عامله ازاي، والتايب اوف ريسك بتاعه، والاونر مين الريسك اونر اللي موجود، وانت عملت ازاي ميديكيشن للريسك بتاعك، واحنا عارفين التايبز اوف ريسك ميديكيشنز ليه انواع كتيره جدا ان انت تقلله، وازاي بعد كده تراك الريسك دوت، هل اتعمل له كلوزنج ولا الريسك ده مفتوح. وهو عايز يشوف هنا اتليست بيقول لك لازم يكون وان بريوريتي ريسك بروسيس اتقفلت واثرت برضو كان ليها امباكت على الكوست وعلى الافشنسي والريسورسز اللي موجوده عندك، فعايزين حاجه تكون ريسك كده اتقفل في الريسك اندكس بتاعتك at least one annually. نيجي للانفكشن كنترول، ودي من الشابترز اللي مهمه جدا، بيتكلم برضو فيها الكواليفايد ستاف، يعني يكون في عندي، ما قالكش لازم فيزيشن هو يكون ماسك الانفكشن كنترول، بس at least يكون تريند طبعا على موضوع الانفكشن كنترول وسيرتيفايد، والكلام ده برضو في البيرسونال فايل. قالك فيه هنا ايه؟ ما حددلكش، قالك ديزاين كوردينيشن ميكانيزم للانفكشن بريفنشن اكتيفيتيز، ارتبها ازاي واحنا مغمضين. كوردينيشن ميكانيزم بين الانفكشن كنترول اكتيفيتيز، هعمل كوميتي خلاص، هروح مجمعه فيها كل الديسيبلين، فارماسي، نيرسينج، سيكيورتي، كلينرز، الاوبريشن بقى وكل الاوبريشن والسبلايز والالايت سيرفيسز، كل دوت هيكون من الكوميتي ممبر بتاعتي وتكون انفولفد عندي في الانفكشن كنترول. اشوف الريسورسز بتاعتي والليدرشيب بروفايد ريسورسز تكون موجوده، ريسورسز شايف سابها لك مفتوحه، ريسورسز يعني نيجاتيف بريشر، يعني ايزوليشن رومز، يعني سبلايز يكون عندك للنيجاتيف بريشر من الماسكات، من الN95، من السيرجيكال ماسك، من الجاونز، من الابرون، من البابر ماشين،
كل دي ريسورسز انا محتاجه ان انا اشوفها في المستشفى طبعا، علشان اعمل كنترول على موضوع الانفكشن، ويكون عندي فيري كلير بروجرام للانفكشن كنترول. البرنامج دوت هتكلمي فيه، حط لي فيه ميشن والفيجن بتاعتك، وحط لي فيه كمان الفيجن واحده طبعا للمؤسسه يا جماعه، الفيجن واحده وليس كل قسم يعمل فيجن. الميشن ممكن انت تعمل ميشن خاصه بيه، لكن الرؤيه واحده ما بتتغيرش. فلازم يكون عندنا انفكشن كنترول بروجرام زي ما اتكلمنا امس ان في سيفتي بروجرام، صح؟ لازم يكون كمان عندنا انفكشن كنترول بروجرام، ولازم يكون في راديولوجي بروجرام والفارماسي بروجرام. نفس الكلام هنا، يكون عندنا انفكشن كنترول بروجرام هتكلم فيه على موضوع الفاكسين، على هتكلم فيه موضوع الاكسبوجر بتاع الستاف، لو النيدل ستيك انجري، لو البادي فلويدز واكسبوزد للبادي فلويدز اكسبوزد للانفكشن، هتكلم فيها على الهوسبيتال اكوايرد انفكشن خاصه للمريض وللستاف. يعني لو ستاف كده اتعدى وجاله تي بي، ولا جاله لا قدر الله هيباتيتس بي، ايه الاكشن بتاع كل دوت. بلان كامله، برنامج كامل للانفكشن كنترول، استراتيجيات الاديوكيشن والتريننج اللي انا بعمله للانفكشن كنترول ستاف، وكمان للهوسبيتال ستاف، which is continuous process للإديوكيشن خاصة في الانفكشن كنترول. ما بتقفش. عايز كمان يشوف هنا الريسك ريجستري بتاع الانفكشن كنترول، والريسك فاكتور والريسك ريجستري بتاع الانفكشن كنترول، من الحاجات المهمة جدا 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 تكون موجودة. وما ننساش ندخل فيها لو عندك حاجة خاصة بالسبلاي، لو حاجة خاصة عندك مثلا بالكليننج، بالانفيرومنت، بالانفراستراكشر، هتاثر لك على الانفكشن، بالنيجاتيف بريشر، البوزيتيف بريشر رومز، ريسورسز، كل ده يدخل في الريسك ريجستري بتاعك، والميديكيشن يعني انترفينشن اللي انت ممكن تعمله ازاي عشان تقلل الريت اوف انفكشن. ده في الاخر الفاينل تارجت بتاعي، ان انا اقلل الانفكشن بتاعي. ادي الريسك اسيسمنت مره تانيه، لازم برضو هنا يكون موجود ريديوس ريسك اوف انفكشن اسوشيتد ويز ميديكال وسيرجيكال اكويبمنت. ايوه، هنا عايز يشوف الميديكال اكويبمنت اللي موجوده في الاقسام والديفايسز ازاي بيعمل لها كليننج. مش نروح نلاقي الانفيوجن بلاد مليان، انفيوجن بامب سوري، مليانه بلاد ودرتي وفيها راست ومتبهدله بصدى. لا، هنا كل الاقسام اللي فيها ميديكال اكويبمنت وديفايسز عايز يشوف موضوع الكليننج بتاعتها. فلازم تعمله في الاقسام، كل قسم تعملي لي اكويبمنت ديلي ميديكال اكويبمنت كليننج اند فانكشناليتي، تتاكدي ان هي شغاله وتعمل مره في اليوم، وتتعملي من الكليننج. الكليننج استخدم ايه، ميه وصابون، ولا اجيب مش عارفه حته؟ لا، لازم برودكت معينه دخلت المستشفى، البرودكت دي والديس انفكتنت يا انفكشن كنترول اللي انت اللي بتعمل لها ابروفال، بتقعد مع الفندر اللي دخلها لك، وبتشوف التايبز اوف الديس انفكتنت اللي دخلوا لك، وتدي عليه ابروفال وتدخله المستشفى. كده الهاند راب يكون موجود في الاقسام، ويدخلوا يعملوا تيست للهاند راب ديسبنسر شغال ولا انت حاطه منظر، هيشوفوا الاحواض، هيشوفوا النوع الصابون اللي انت حاطه على الحوض دوت، هل هو ينفع فعلا يكون للهاند واش ولا انواع صابون عاديه، كل دوت. وهيشوف الجركن نفسه اللي هو جاي فيه الديس انفكتنت ماتيريالز وبرودكتس اللي دخلت المستشفى موجوده ازاي، والشهادات بتاعتها وكده، ان هي كيلينج 99% اوف اورجانيزم. هنا التعقيم طبعا، وهشوف غرف التعقيم والسياسات بتاعتهم والانفراستراكشر بتاعت التعقيم، وهشوف السنجل يوز ديفايسز هنا والماتيريال، وايه هي السنجل يوز ديفايس. يعني مثلا ان 95 سنجل يوز، سيرجيكال ماسك سنجل يوز، الجاون سنجل يوز، الان 95 هو بيقول لك حاططها لك انت، حط السياسه بتاعتك على حسب المانيفاكتشرز. هنا الشركه المصنعه قالت لك ايه، قالت لك ان ال N95 ده مثلا مره واحده، ولا بتستخدمه فول داي، يعني ادخل واخرج النيجاتيف بريشر روم لمده طول الشيفت عادي، ولا استخدمه لمده اسبوع، ولا افضل استخدمه لغايه ما يحصل له هنا تيرنج مثلا، وبيبقى خلاص نات سيوتابل ان انا نو لونجر سيف ان انا ممكن استخدمه. يبقى دي بروسيس على السنجل يوز ديفايسز لازم تكون موجوده. برضو الانفيرومنتال كليننج، النظافه، شوفوا طبعا الكلينرز ويجمعوهم وخط تريننج ولا لا، وهشوفوا موضوع التنظيف خاصه للغرف الايزوليشن، انت بتنظف غرف العزل النيجاتيف بريشر زي الريسبيراتوري روم ايزوليشن،
اللي هي الايزوليشن روم العاديه وليست النيجاتيف بريشر، يعني غرفه عزل بإير بورن وفيها مريض تي بي ولا فيها مريض اير بورن انفكشوس ديسيز، هتنضف لي بيها باقي الغرف او هتنضف لي بيها غرفه اللي هي الايزوليشن روم اللي هو مثلا داخل بام دي ار او او اس بي ال او كده. فهو هيشوف الكلين وهشوف الماتيريال اللي انت بتنظف بيها والكلينرز اللي بينظفوا بيها، وهشوف التريننج، وهشوف التشيك ليست في الغرف وفي التويليت، هل في تشيك ليست كده للكلينينج ولا لا. كل الكلام ده طبعا هيكون موجود، ولازم يكون عليه بوليسي للفريكوانسي اوف الكلينينج. الكلينينج بتاع العمليات بتعمل تنظيف امتى للعمليات، بتعمل ديب كلينينج للعمليات كل قد ايه، بتعمل ديب كلينينج للهاي ريسك يونت بتاعتك قد ايه، الاي سي يو بتاخد منها سواب كل قد ايه عشان تشوف يفرض فيها طلع فيها جروث وطلع فيها كارثه عندك اورجانيزم عمال يجيب لك انفكشن للمرضى بتوعك، وعندك سيرجيكال سات انفكشن وانت مش عارف السبب جاي منين، وانت طلع عندك اورجانيزم مالي الجدران ومالي الارض عندك في الاي سي يو مالي العمليات. فكل دوت العمليات النيجاتيف بريشر روم الغرف دي كلها بنشوف الفاليديشن وبنشوف الديس انفكشن بتاعتها والفريكوانسي، كل ده بيبقى على سياسة بجداول محددة طبعا، والسواب دي بتتسحب ازاي وبتتسحب امتى وبتروح اللاب والنتائج بتطلع ازاي، بروسيس كاملة ليها للانفيرومنت كليننج. الديسبوزل طبعا هنا اف ويست، هنشوف برضو هنا بوليسي للديسبوزل اف ويست يعني، والسيجريجيشن طبعا موجود عندك ازاي، وهيسال فيها الاستافنج هنا، وهيشوف الهيومن تيشو بتر فيها ازاي، والميديكال ويست بتاعك والشارب ديسبوزل والنيدلز، كل دوت اوبزرفيشن وكويتشنيرز للاستاف اللي عندك انت بالبروسيس بتاعتك، والكولكشن كمان مين الشركات اللي انت بتيجي بتسحب وبتحطها فين، بترميها في الكوريدور ولا بترميها جنب الاليفيتور ولا بترميها لي على الامرجنسي اكزيت، فين بتجمع الويست ده كله وبتجمع كل ازاي، ومين اللي بيجي يعمل لي كولكشن يطلعه بره المستشفى. البلاد بورن باثوجينز تو الاكسبوجر للبادي وبادي فلويدز، عايز اشوف هنا الاستافنج بتاعك يكون طبعا سيف، يعني عندك بي بي ايز اكويبمنت موجوده في الاقسام عشان تحمي الاستاف بتاعك من البلاد بورن باثوجينز والانفكتد بيشنت والبادي فلويدز اللي ممكن يتعرض لها، ويكون عندك اي ووش ويكون عندك شاور، والاي ووش والشاور يكون في اماكن معينه، عايز اشوفه في المطبخ، عايز اشوفه في اللاب، وعايز اشوفه في الفارماسي، دي من الاماكن اللي لازم يكون فيها اي ووش ولازم يكون فيها شاور. الاريا اللي بدي فيها سايتوتوكسيك دراج وبدي فيها كيموثيرابي وبيد فيها راديو ثيرابي، لازم يكون عندي الاي ووش والشاور لو لا قدر الله حصل سبيلج على البادي من الحاجات دي كلها. هشوف التغذيه وهشوف المطبخ ويشوفوا الكليننج ويشوفوا الشهادات الصحيه بتاعت العمال اللي هم موجودين في الكيتشن انها تكون فاليد. طيب الرينوفيشن طبعا ما يعملوش رينوفيشن هنا للاقسام من غير ما يبلغوا الانفكشن كنترول، وده اتكتب برضو في البرنامج اللي احنا قلنا عليه انفكشن كنترول بروجرام. خلي بالنا موضوع الكونستراكشن والرينوفيشن، ان طبعا ايه ما تسيبليش الدست في كل مكان وهم عاملين يكسروا ويهدوا حواليك اقسام هاي ريسك، مثلا بيكسر لي غرفه وانت جنبك مرضى بياخدوا ترانسبلانت ولا جنبك مختبر ولا كده. فطبعا ايه البروسيس بتاعتك وايه الانترفينشن اللي انت بتستخدمها في موضوع لو في كونستراكشن او رينوفيشن في الهوسبيتال وعليها بوليسي، وتشرح له ازاي الانفكشن كنترول البروسيس والستافنج هنا والانجينير يبقى عارفين ازاي بيبلغوا الانفكشن كنترول والسيفتي ميجرز اللي بياخدوها علشان يحموا الديبارتمنتس من موضوع الريكونستراكشن. بتحمي ازاي المرضى وبتحمي ازاي الموظفين، هل موضوع النيجاتيف البيشنت اللي هم في النيجاتيف بريشر دولت بتسمح لهم بفيزيتورز، طب سمحت في بريكوشنز، عشان كده بيقول لك بروتكت البيشنت والفيزيتورز، الناس دي انت بتحميها ازاي، ما هو انت لازم تحمي. امس فاكرين لما قلنا مريض مثلا خرج من عنده انفكشوس ديزيز هارم هيم سيلف وهارم الكوميونتي، نفس الكلام هو في نيجاتيف بريشر وانت مدخل عليه واتشرز وفيزيتور، اتس اوكي ممكن تدخله، بس هل في بريكوشنز هو بياخدها؟ طيب غير كده كمان انترنالي المرضى الانفكتد دولت هم مش معزولين، بس هم مش بيعملوا بروسيجر، بيروحوا الاكس راي وبيروحوا الاو ار وبيروح ايه البروسيس اللي عندك بتخليهم اخر عمليه،
بتنقلهم بين الاقسام، ده مريض ليه سي تي ولا ليه اكس راي، بتنقله ازاي بين الاقسام وبعضها، بتبلغ القسم ان انا خلي بالك ان انا في مريض عندي جاي اير بورن جاي لي هنقله لك دلوقتي على الاكس راي، بتنقله ازاي وطريقه الترانسبورتيشن بتاعته، وبتلبس المريض ايه وهو بيتنقل، وبتلبس الستاف ايه، التمريض نفسه هو بينقل المريض بيلبس ايه، وهل في اليرت على الويلت شير او على الاستريتشر اللي انت بتنقل عليه المريض، عشان وانا معديه كده في الكوريدور اخد بالي ان المريض دوت انفكشوس ديزيز بيشنت من العلامه بتاعته، هل في الفيتورز مخصصه للناس دي او كوريدور هيمشوا فيها ولا وسط المرضى كده، لا لازم يكون فيهم سبيسيفيك كوريدور سوري الفيتور للمرضى دولت، زي ما يكون في برضو الفيتور مخصص لايه للويست، وفي الفيتور مخصص للتغذيه، مش كله طبعا الاليفيتورز بيطلعوا في اي مكان وخلاص. النيجاتيف بريشر روم هنا، وقال لك النيجاتيف بريشر روم ازاي بتعمل لها مونيتورنج، والغرفه وويتش تايب اوف بيشنت بتدخلوا عليها، وازاي تتاكد ان النيجاتيف بريشر روم دي شغاله ولا لا بالديفايس، وهاو فريكوينت انت بتقيس الديفايس اليمنتس اللي موجوده فيها بايش التمبريتشر والاير سايكلينج والهيوميديتي. طبعا انا بشوف يبقى تمبريتشر بريشر هيوميديتي والاير سايكلينج، لازم اغير الفلاتر بتاعتها، يعني هي عامه بتبقى كومن كل 6 شهور يغيروا الفلاتر بتاعت بتاعت النيجاتيف بريشر وبتاعت البوزيتيف بريشر، الكلام ده يبقى دوكيومنتد وعندك الايفيدنس في الاقسام ومش بس في الانفكشن كنترول، لازم تبقى موجوده في الاقسام، والمونيتورنج نيجاتيف بريشر تشيك ليست تكون موجوده بوستت على الباب من بره، واشوف وهل الاكشن بتاعي لو انا اوت اوف نورمال فاليو انا بعمل ايه، بنقل المريض ايه البروسيس بتاعتي، ولا بسيب المريض في الغرفه وخلاص الاورجانيزم بقى عمال يطلع لي بره وما بقتش نوجه بريشر، بقت غرفه عاديه وبقى خلاص ياذي كل اللي حواليه، فايه الاكشن بتاعك هنا في الموضوع ده. كواليتي امبروفمنت بروجرام طبعا خاصه لخاص بالانفكشن كنترول، لازم يكون عندك برنامج تدريبي انفكشن كنترول، تدرب الناس فريكوينت، تعمل لهم هاند هايجين، تعمل لهم كورس على الهاند راب والهاند هايجين والتايبز اوف ايزوليشن والترانسميشن اوف ميثودز، وازاي يتعاملوا مع المرضى الانفكتد، وازاي ينقلوا المرضى الانفكتد من الاقسام لبعضها، كل دي والنيجاتيف بريشر والبي بي ايز، كل ده لازم يبقى فيه برنامج قوي للتدريب من مكافحه العدوى. تمام. الليدرشيب باختصار هو بيتكلم كله على لوز وريجوليشنز، لو انت مؤسسه حكوميه انت بتجيلك كل اللوز بتاعتك وريجوليشنز والميموز اللي بتجيلك من الدوله، انت بتطبقها ازاي عندك في المستشفى، وعايز اشوف الايفيدنس على التطبيق دوت، عايز اشوف الهياكل التنظيميه، عايز اشوف الجوب ديسكريبشن، وعايز اشوف الديليجيشن ليترز بتاعك اللي معطيه للاتش او ديز ورؤساء الاقسام، وعايز اشوف الكريدنشاليتي بروسيس اللي موجوده، وازاي بتجيب الموظفين والتعيين والستافنج بلان، كل دوت في الليدرشيب لازم يكون موجود، وعندك طبعا استراتيجيك بلان، استراتيجيك بلان لان معظم المستشفيات ما تكونش فيها استراتيجيك بلان والاوبريشنال بلان، ونعرف الفرق بينهم وبين بعض، يكون عندك سكوب اوف سيرفيس في كل قسم فيها سكوب اوف سيرفيس، استراتيجيك بلان واحده، اوبريشنال بلان للمستشفى، واوبريشنال بلان لكل قسم يكون موجود، سبورت الليدرشيب يكون ايفيدنس موجود، ليدرشيب سبورت يعني اشوفه هو السي او دوت اتشيرت ليه بعض اللجان، الاقيه في الانفكشن كنترول محتاجاه، الاقيه في الكواليتي وفي البيشنت سيفتي محتاجاه سبورت، ينزل يعمل لي ليدرشيب راوند وايه الفايندنج بتاعتها اللي طالعه والمشاريع التحسينيه، الليدرشيب سبورت الاقيها فيها برضو تكون موجود. طيب ليدرشيب الفاسيلتي مانجمنت هنا طبعا، والسيفتي والدريلات هنا، معلش هنتكلم على موضوع الدريل مهم جدا، خلي بالنا ان لازم يتعمل دريل كل 6 شهور للستاف، وده يكون دوكيومنتد موجود عندك، الناس تبقى عارفه الانترنال ديزاستر كودز بتاعتها وحافظاها، وعارفه يعني ايه الكودز الريد، يعني ايه بيربل، يعني ايه بلو، على حسب انت الاكواد اللي انت مستخدمها، وهيطلب منه ان هو تو براكتس دريل، وهيضرب الارم ويشوف الريسبونس بتاع الناس ازاي، ولو عندك اكسترنال ديزاستر بوليسي كمان يبقى الناس اوير بيها وبالاكواد بتاعتها، ويعني ايه كلمه اكسترنال ديزاستر، والمرضى لما بيقولك من بره والترياج
للمرضى اللي زي دولت، انت بتعمل ترياجنج ازاي في حاله لو قدر الله لو حصل جالك اكسترنال ديزاستر، انت مستشفى وقال لك خلي بالك في حريق في مصنع كذا، يلا هننقل لك فيكتيمز، فانت ايه المانجمنت بتاعك وايه الكود اللي انت بتستخدمه والادوار بتاعت الناس وادوارهم في انترنال ديزاستر، في حاله الفاير بيحصل ايه، في حاله تشايلد ابدكشن بيحصل ايه، في حاله برضو الفايوليشن سوري الاجريسيف بيرسون برضو ايه الاكشن، كل دي من الاكواد بتاعت المستشفى. يكون عندي هنا ريسك اسسمنت، الريسك موجود في كل مكان، الريسك ريجستري يا جماعه الكواليتي، يعني يو هاف تو ادفايس كل قسم عندك لازم يعمل ريسك ريجستري وتتابع معاه عمل كلوزنج للريسك بتاعه ولا هو مجرد كاتبها وخلاص. تمام، دي الفاير اهي، وكل الاكويبمنت المطلوبه للفاير لازم تكون موجوده في الاقسام، ويتاكدوا ان هي موجوده من الفاير اكستنشر، من الهوس، من السبرينكلرز. الستاف كواليفيكيشنز بقى اخر شابتر، ده موضوع البيرسونال فال اللي احنا تطرقنا ليه كتير جدا، هيشوفوا كل الكواليفيكيشنز، هيشوفوا موضوع الكريدنشاليتي والبريفليج اللي قلنا عليه والبروسيس بتاعتها عملتها ازاي، وريكوايرد سيرتيفيكتس اللي موجوده في الفايل. اشكركم جدا، وان شاء الله يعني حاولت ان انا اقدر افيدكم اليوم، وان شاء الله نشوفكم مره تانية في اقرب كورس بامر الله تعالى. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. معلش انا بعت لحضرتك، بس لو انا سالت آلية التعامل مع البيانات هيبقى داتا كوليكشن واناليسز؟ شوفي انت ككواليتي، ايوه كواليتي، الكواليتي لازم يكون عندك بصي داشبورد لكل الداتا بتاعتك. تواصلوا مع دكتورة زينب، عندنا داشبورد حلوة جدا جدا، تاخدوها تستخدموا تحط عليها الداتا بتاعتك، تطلع لك جرافس وتطلع لك البنش مارك بتاعك، وتشوفي فين الدروب اللي موجود وازاي تعملي امبروفمنت، يعني حلوة جدا حقيقي، وفيو لكل شغل المستشفى بتاعك. هيكون قدام عينيكي، بس تجي لك الداتا من الاقسام وتعملي لها فاليديشن زي ما قلنا، مهم جدا في موضوع الفاليديشن عشان ما تتفاجئيش ان في داتا بتجي لك بطريقه غلط، والناس ان هي حاطه لك حاجات كده يعني زي ما نقول ارقام مضروبه، وان هم زي الفل، وفي الاخر يجي لك سيرفي تلاقي الدنيا عندك واقعه. الفاليديشن في كل حاجه، في مؤشرات الاداء اللي بتجي لك من الاقسام، في الميديكال ريكورد والاوديتنج على الفايلز وعلى الدوكيومنتيشن، كل الحاجات دي لازم تعملي لها اوديتنج. التيم بتاعك ينزل يعمل فاليديشن على الداتا دي، الفي تي اي اعملي لها فاليديشن، وتاكدي ان يجي يقول لك انا ما عنديش في تي اي، لا ممكن تلاقي مرضى داخل لها وفي تي اي، وتلاقي في الاخر المستشفى الفي تي اي والدث عالي جدا وانتم مش حاسين بسبب ايه، كاوتي عالي جدا، كلابسي عالي جدا، هاند هايجين في الارض، كل الكلام دوت لازم تعملوا له فاليديشن ككواليتي بنفسكم. تولز فاليديشن مهم، عندنا عدد كافي من الفاليديشن تولز تستخدموها، جمعي الكلام دوت في داشبورد واحده تبقى قدام عينيكي كده وشايفه كل البرفورمانس للمستشفى بتاعتك، وتكومينيكيت خلي بالك، لا انت عندك دروب هنا، انت مطلوب منك تعمل لي مشروع تحسيني في النقطه دي. الكلام ده طبعا بيتقاس بطريقه معينه، ليها بنش مارك او ليها تارجت، انا مش بقول ان انت باد او جود او انت كويس او ممتاز من راسي، لا لا لا، ليها ريفرنس وليها مراجع بنقدر ان احنا نجيب منها البنش مارك بتاعها. عندي سؤال في الفاليديشن، لو الفاليديشن في اللي هو اوبزرفيشن، يعني مثلا الهاند هايجين، فانا ازاي هعمل فاليديشن على الحاجه دي؟ حلو حلو، الهاند هايجين هتعملي له تشيك ليست، مش في الفايف مومنتس اوف هاند هايجين دي حاجه، الفايف مومنتس تو بيفور وثري افتر، وعندك الهاند هايجين براكتس بقى نفسه، انا بعمل هاند هايجين ازاي. أيوه. تنزلي وتشوفي، هل قبل ما دخلت لمست المريض عملت هاند هايجين، هل بعد ما مسكت اليورين باج عملت هاند هايجين، هل بعد ما خرجت من غرفه المريض عملت هاند راب، هل وهي وانت واقفه كده من مونيتور من اوبزرفيشن، كل دي اوبزرفيشن بتجمعيها، جمعي في التشيك ليست بتاعتك، مش لازم يكون اسم الاستاف، مش لازم،
تجمعي وتشوفي كام اوبزرفيشن، عملتي 100 هو انت اوبزرفيشن. بيبقى في تي بي اي خاصة مثلا بالهاند هايجين او ايوه بتجمعيها على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ هيجي انا دلوقتي انت قلتي لي روحي اعملي لي هاند هايجين مونيتورنج، قلت لك والله ده ممتازين، على اساس ايه؟ فين فين الرو داتا؟ الرو داتا يا جماعه مهمه، الرو داتا مهم، لازم تقولي لي انا رحت قسم كذا، رحت قسم البطنه شفت فيه 20 اوبزرفيشن، ستاف نمبر 1 ستاف نمبر 2 ستاف نمبر 3، نمبر 1 ما عملش مثلا وقع واحده من الفايف مومنتس اللي كان البروسيس وهو بيعمل هاند هايجين بطريقه غلط، ادي اكس ادي اكس اللي ده عمل صح، ده كده لازم تكون الايفيدنس عشان كده تعملي اناليسس صح. ما انا قصدي ان الفاليديشن هتكون في الحاله دي ان انا بنزل معاه، فهو كده اوريدي مش هتبقى الداتا واحده يعني، يعني مش يعني هيبقى في مجال ان هو ما انا كده كده الجوده واقفه معاه، فهو الداتا بتاعته زي الداتا بتاعتي، مش هيبقى في يعني مش هاخد بعت الداتا. لا انت انت تقفي مع مين؟ مع اللي بيعمل مونيتورنج على الهاند هايجين؟ لا طبعا انزل انت، انت التيم بتاعك ينزل، انت مالكيش علاقه بيه، هو يجيب لك الداتا بتاعته، هو جايب لك داتا 100%، انت انزلي بقى شوفي. عايزه انزل اشوف ال 100% بتاعتك دي. هنزل معاك دخلت وقفت شويه في قسم لقيت ولا واحد عمل هاند هايجين، يبقى هو صح؟ لا لا قصدي يعني ان هو مش هاخد نفس المومنت، انا ممكن اخد مومنت تانية صح؟ تمام، بس على الاقل الكالشر موجوده، لو الكالشر 100% موجوده هتلاقيها موجوده. صح. طب بالنسبه لحضرتك انا في لكن مستشفى اللي هو في التعامل مع البيانات، انا باخد الداتا يعني كل شهر باخد الانبيشنت والاي سي يو والان اي سي يو، وانا اللي بعمل الكي بي اي انا كمسؤول جوده. ازاي انت بتعملي الكي بي اي؟ إيه هما بيبعتوا بالمعدات؟ لك الداتا؟ هما بيبعتوا لك الداتا؟ لا انا اللي ايوه هم اللي بيبعتوا لي البيانات، يعني كم عدد الحالات الدخول والخروج والان او حالات الان اي سي، وانا اللي بعمل انا الكي بي اي المؤشرات الاداء بتاعتي انا. يعني مثلا فول مثلا بريشر ألسر او فول او كاوتي انت اللي تعمليها؟ انا اللي بحسب انا كم حالة وكده، انا اللي بحسب. طب عرفتي كام حالة منين؟ بيجي يقول لك انا عندي مثلا 2 فول او 3 فول. في حالة سقوط من الاو في ار. يعني انت اللي بتعملي اناليسز للاو في ار وتطلعي منه، أوه. يعني الكلام ده المفروض الاقسام تبقى انفولفد بصراحة، عشان كده احنا بنقول كالتشر اوف كواليتي، لازم هم اللي يجي لك انت تديهم الاكسل بتاعك، تديهم الاكسل الداتا بقى كوليكشن شيت دي واديها لهم في الاقسام، ويجي لك ويجي لك بعد كده اخر الشهر انت حاطه يوم 25 في الشهر يجي لك الريبورت، حاطط لك في النومينيتور حالتين فول والدومينيتور حاطط لك التوتال نمبر اوف بيشنت دايز. ايوه يعني هم قصد حضرتك اللي يدوني المعلومات. طبعا طبعا، انا ليه اقعد انا اجمع ليه؟ هو يجي لي من يعني عنده، هو اضرب القسم بتاعه. طيب طب اسال، حضرتك تتواصلي مع الدكتوره زينب، هي فين الدكتوره زينب؟ ممكن رقمها طيب على الداشبورد وكده. أستأذن زينب معاك حضرتك يا دكتور، دكتوره زينب اتفضل. أستأذن حضرتك يا دكتور في سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتورة أنيس. إزاي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ شكرا جزيلا على المحاضرة الرائعة ديت، تسلمي حضرتك بصراحة، معلومات جميلة جدا جدا ورائعة بصراحة، يعني استفدنا الله منها كتير يسلمك، والله، الله ربنا يبارك في يسلمك، حضرتك. تسلم يا رب. أنا دلوقتي أنا دلوقتي منسق عام تدريب وتعليم مستمر. حضرتك دلوقتي المستشفى بتاعتي بتستعد عشان تاخد جهار، تمام؟ انا تمام. دلوقتي المفروض ان انا عملت الكومبتنسز فور نيرسينج ستاف عندي، بدات ان انا عملت يعني اخذت البروسيجرز الخاصه بكل ديبارتمنت عندي في المستشفى، بدات ان انا عملت تشيك ليست خاصه بكل بروسيجر وخاصه بكل ديبارتمنت، بدات ان انا جمعت التشيف نيرس اللي موجودين وشرحت لهم ازاي ان هم يعملوا اوبزرفيشن على البروسيجر خاص بكل ستاف عندهم، وازاي ان هم هيجمعوها لي في الاخر ويدوها لي، تمام؟ طيب الفكره حضرتك بقى السكورينج سيستم، انا دلوقتي ساي مثلا عندي البروسيجر بتاعي ساي مثلا 30 نقطه مثلا او 30 خط، ازاي اقول ان هو ده باص ولا فول؟ طيب شوفي اتفضلي حضرتك. الكومبتنسي تول عامة أنا بشيك على 3 حاجات فيها، بشيك على الاتيتيود النولج، أيوة النولج، knowledge ولازم أبدأ والاتيتيود بسؤالين،
والنولج والاتيتود والسكيلز. اوكي والسكيلز تمام بتاعته كده، مين اللي بالظبط. بيعمل مين اللي بيعمل الكومبتنسي، يعني مين اللي بيعمل الستاف الكومبتنسي في كل قسم عندك؟ عندك اديوكيتور ولا الهيد نيرس ولا مين اللي بيعمله؟ لا الهيد نيرس، انا دلوقتي عندي شورتج، فبالتالي مش عارفه اطلع ناس من الاقسام، فخليت الهيد نيرس بتاع كل ديبارتمنت هو اللي هيعمل لي اوبزرفيشن على البروسيجرز الخاصه بكل قسم. جميل جدا. انت حاطه فيها سكورينج ولا مجرد ان هي لا حطيت فيها، مثل يعني انا دلوقتي عايزه احط سكورينج، يعني انا مثلا عايزه احط لو هو اكتر من 85% يعني ماكسيمم، يعني عايزه اقول مثلا ايه من جيد جدا فما فوق يبقى اوكي خلاص ده بس، اقل من جيد جدا يبقى هو محتاج ايه تريننج. فانا تمام مش عارفه اجيب منين، يعني انا عايزه حاجه تكون لي ريفرنس ان انا اشوف التشيك ليست دي عشان احط لها ريفرنس ان هو ده فعلا السكورينج سيستم بتاعي انا ماشي بيه صح. واخد بال حضرتك؟ ايوه فهي دي النقطه واقفه معايا، دي نقطه واقفه معايا، انا مش عارفه اجيب سكورينج سيستم خاص بالكومبتنسي عشان ابدا ان انا اعمل ابلكيشن صحيح. انا قلت مثلا 85 ده حاجه اجتهاديه انا من عندي انا، طب انا ايوه عايز اجيب بقى حد يقول لي يا جماعه، حد يقول لي والله ده كذا هو ده الريفرنس اللي الناس كلها اعتمدته. مش عارفه حضرتك دي احلها ازاي. شوفي، هو موضوع السكورنج يعني مش كتير احنا معتمدين عليه، احنا بنعتمد اللي هي موضوع اندبندنت ان هي عملت البروسيجر صح، او اللي هي نيد مور اديوكيشن او تريننج تمام ونوت اندبندنت خلاص يعني ديبندنت، فما بنحطش موضوع السكورنج فيها كتير يعني. فانا بدي سؤالين وبعد كده بشوف البروسيجر نفسه اللي هي بتديه وبعمل مجرد تيك، لكن مش حاطه لها درجات معينه، واجي في الاخر انا بكتب الكومنت بتاعي في الفاينل. تمام يعني هي اقول لك مثلا هي ايه سبجكتيفيتي اكتر من هي اوبجكتيفيتي، فانا تمام بقول في الاخر ان هي الستافنج او الستاف ده هي تميت الريكويرمنت اوف ذا كومبتنسي اند شي از كابابل تو بيرفورم ذا بروسيجر. يعني رأي حضرتك ان انا اشيل ووقع عليه. السكورنج؟ احنا مش حاطين سكورينج سيستم، بس في حاجات فيها طبعا سكورينج، يعني في زي ما قلت زي بالظبط الاطباء لما عاملين لهم موضوع البريفليج برضه، البريفليج اي انا حاطينها اخذتها في الحته دي. اندبندنت وديبندنت، مش حاطين اندر سوبرفيجن، ثلاثه كولوم خلاص، اندبندنت ديبندنت اندر سوبرفيجن. طب انا حضرتك حطيت برضه حته ان انا كل بروسيجر ليه 3 محاولات، يعني انا مثلا ايه قلت والله ان انا هدي فرصه في تشانس لكل ممبر من الناس دي، ليه 3 ترايلز في 3 ترايلز، بحيث ان انا بعد الثيرد ترايل المفروض ان هو بقى يجي لي عشان اعمل له تريننج في الايه في الجزء اللي هو فيه ديفكت ده. هل انا صحيح صح كده ولا المفروض ان هي مثلا ايه تكون اكتر ولا اقل ولا ايه؟ يعني دي حاجه كلها اجتهاديه انا ماشيه بيها. لا لا مظبوط، بس اهم حاجه الكلام ده اتكتب في السياسه عندك. مكتوب حضرتك انا كاتباه بالفعل. بالظبط، هتكتبي كل البروسيس بتاعتك ملهاش يعني. شوفي هم ما ذكروهاش صريحه ان انت تقوبي 3 محاولات وبعد المحاوله الثالثه ان انت تدخلي تريننج كورس، لا. زي بالظبط النيو ستاف، لما قال لك النيو ستاف قال لك يكون في برنامج عندك للنيو ستاف والتريننج بتاعك. انت النيو ستاف عندك بتعملي له طبعا بروبيشن بيريود، وبتعملي له هنا بتحطيه مع بريسبتور كام شيفت، تكتبي انت بتحددي. انا والله بحط 9 شيفتات، في واحد تاني يقول لك لا ده انا 3 شيفتات كفايه وينزل هو اندبندنت، في انا بحطه لا 9 شيفتات سوبرفيجن بس كده مش اكتر، وبعدين بعد الـ9 شيفتات يبتدي ان هو يشتغل اندر اوبزرفيشن من البريسبتي اللي معاه، من البريسبتور اللي معاه. ولو هو فيلد مثلا ان انا خلاص بدخله فوكس تريننج بروجرام خلال الـ3 شهور ما نفعش معايا، فابتدي ان انا اعمل ليتر للاتش ار ان هو تو ترمينيت او هيز خلاص السيرفيس بتاعته. او مثلا في مستشفيات تقول لك لا انا ممكن اخليه 3 شهور كمان، فيور اون بروسيس يعني، ما فيش فيها رولز معينه واضحه. الستافنج دوت اللي هو بتاع الكومبتنسي حط التي مثلا السكور بتاعه اقل من ال 80%، هتبتدي ان انت تعملي له مونيتورنج تاني ويجلس مثلا مع الهيد نيرس بتاعتك، تعمل له فوكس تريننج ليكتشر ويدخل مره تانيه. لو فيلد فور 3 تايمز شوفي هتعملي له تريننج بروجرام، يعني كونسلنج، شوفي البروسيس بتاعتك هتعملي له ايه، هتعملي له اند اوف سيرفيس يعني.
تمام. يور جادجمنت هنا، مش ملهاش رولز معينه في اي، يعني معظم الاكريديشن اللي شفناه مش حاطط لها رولز معينه، انت تقولي البروسيس بتاعتك. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك والله، يعني حضرتك افدتينا كتير جدا جدا الحقيقه، ربنا يبارك في حضرتك والله. معلش ممكن اسالك سؤال؟ شكرا جزيلا. الو الو، اتفضلي دكتوره، اتفضلي دكتوره. بس لو انا عملت يعني الكتاب عندي عامل الجايد لاينز وحجزتها وكل حاجه، ويعني ما عملتش الباسكوي، هل عادي ممكن انا يعني الجايد لاينز معموله على انها زي الباسكوي كده، خطوات خطوات لكل يعني مرض مثلا عندنا عم نعمل له جايد لاينز، فهل اكتفي بكده ولا لازم باث واي يتعمل ويشوف؟ شوفي هقول لك على حاجه، الانترناشونال جايد لاين فيري هيوج، انت عندك جايد لاين على البين مانجمنت او جايد لاين على البريست كانسر مانجمنت، لو تشوفيه كبير جدا جدا، كاتبين لك كل حاجه، في حاجات انت بالنسبه لك هتكون نوت ابليكابل، يعني هو حاطط لك مثلا في حالات البريست لو دخلت والله انا هعمل لها مثلا هعمل لها تريبل اسسمنت اللي هياخد بايوبسي منها على طول وهعمل كذا وكذا، which is not applicable بالنسبه لك، انا هعمل ماموجرام. فعشان كده احنا بنقول ايه، هو حاطط لك انت، بس انا بعمل له كاستمايزيشن على السيرفيس بتاعتي، في حاجات هو كاتب لك حاجات ما بتكونش في السيرفيس عندك، مش موجوده، حاطط لك مثلا ان انت تعملي المريض دولت اللي هم ام ار اي، وانا ما عنديش ام ار اي، لا ده انا هعمل له بس ماموجرام وخليها اندر اوبزرفيشن. فهي في حاجات انا هعمل موديفيكيشن وهعمل لها كاستمايزيشن على امكانياتي انا. هو التريتمنت اصلا هو قايل لي تريتمنت مثلا، حاطط لي تريتمنت غالي جدا بس في تريتمنت تاني عندي في الفيرميلي دراج بتاعي بيدي نفس الايفكت، خلاص انا هستخدمه. هو عامل البروتوكول على هذا الاساس، فهل لازم بقى اعمله قسمي؟ يعني هو عامل بروتوكول على انت اساس عامله بروتوكول، على عامله مكان. بروتوكول، عامله بروتوكول مطلعه من الجايد لاين، عملتي بروتوكول بالظبط خلاص. لا بالظبط، لا اتس فاين اتس فاين اتس فاين، يعني كده مش محتاجه ان انا اعمل باس باي لا 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 ويبقى موجود لا خلاص، بس في بروتوكول اهم حاجه موجود خلاص. السلام تمام عليكم. تمام الو، شكرا يا دكتور. الو، انا عايزه اسال على حاجه. الو، ايوه، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة كنت تيسير. بس ليا استفسار بالنسبه للكواليتي بلان. انا ماسكه شابتر كيو بي اس، فبالنسبه للكواليتي بلان لما باجي اكتب كان مطلوب مني الجوب ديسكريبشن ان انا الرولز بتاعت كل عضو من هيئه الجوده وكده، ان هو الرولز بتاعته اكتبها سبيسيفيك بطريقه واضحه، هل تمام هكتبها كحاجه فانكشنال ولا كجوب ديسكريبشن اللي بيعمله بالظبط؟ يعني هكتب مثلا عندي دوكيومنتد كنترول، عندي المسؤول مثلا عن تكويد النماذج، عن مسؤول عن مثلا اللي هو الداتا اناليسيز او كده، ولا هكتبها ككل واحد كفانكشن؟ يعني انا عندي طبي واداري، انا عندي في الجوده طبي واداري، هل الطبي في منه صيادله، في منه نيرسز اللي هم خريجين كليه التمريض، هكتب ما اجي اكتب بقى في الكواليتي بلان بتاعتي واجي اكتب الجوب ديسكريبشن لكل واحد، هكتب تفصيليا هو بيعمل ايه ولا هكتبها ان جنرال؟ بالظبط كده، هتكتبي تفصيليا كل واحد بيعمل ايه، بتاع الدوكيومنت كنترول هتحطوا له رولز غير بتاع السيفتي والبيشنت سيفتي، او اللي ماسك الريسك، او اللي ماسك مثلا الكوميتز والكي بي ايز، لازم تذكري الحته اللي هي الرولز بتاعته اسمها ايه، جوب ديسكريبشن رولز اند ريسبونسابيلتيز، يعني انا مثلا في مسؤوليات هو مسؤول عنه، ما تبقاش فانكشنال وجنرال رولز محطوطه، لا كلنا كل واحد فايزه مسؤوله عن ان هي تو ريفيو الدوكيومنت وتو فاليديت البوليسيز وبروسيجر يعني وتو مونيتور وتراك السياسات، تتكتب الكلام ده. تمام، يعني مثلا احنا كتيم اللي هو الستاف، اللي هو ستاف نيرس اللي موجود في الجوده، في منه مسؤول عن الانفايرمنتال سيفتي الكواليتي اللي هم السيفن بلان، وفي منه مسؤول مثلا عن الشباتر المعينه، فهل هكتب كل واحد مسؤول عن شابتر ولا ما هي دي مش عارف شوفي اكتبها في الرولز؟ يعني
لا تتكتب هقسم حاجه الرولز اسمها، لكل واحد بصي شابتر. برنسبل اكاونتابيليتيز، برنسبل اكاونتابيليتيز، انا اكاونتابل، انا باجي علشان اكاونتابل ان انا اعمل الحاجات دي، فلازم تحطي المسؤوليات بتاعتهم بوضوح تتكتب لهم 5 6 نقاط ورا بعض كده، دي لازم تكون موجوده لكل واحد. As اكتبيها تحت مثلا، اكتبيها جمله برنسبل اكاونتابيليتيز. accountability. ايوه انا اكاونتبل قدامك، هتيجي تحاسبيني ازاي؟ انا ما عنديش جوب ديسكريبشن، هتيجي تقولي لي انت مسؤوله عن السيفن بلانس ازاي؟ ما انت مش كاتبه لي الكلام دوت في الجوب. اول حاجه قانونيا واللي سوف اتكلم فيها اقول لك الجوب ديسكريبشن، هم بيطلعوا بالحته دي تمام. حطي له برنسبل اكاونتابيلتيز وحطي له فيها تو اوفر سي، تو مونيتور، تو انشور، تو ريبورت، كل الادوار بتاعته في الاكاونتابيلتيز اللي جاي بيها تكتبها له. وبعد كده في بقى اللي هي الريكوايرد نوليدج وكواليفيكيشن واكسبيرينس، دي لازم في كل الجوب ديسكريبشن تحطي له بقى الحاجات دي. ايه الكواليفيكيشن؟ يكون عنده مثلا باتشلر ديجري في كذا، يكون عنده اكسبيرينس 4 5 ييرز في كذا، يكون معاه بي اتش دي او باتشلر ديجري مثلا في مجال في الهيلث كير وهكذا. اكسبيرينس ايه خبراته؟ محتاجه يكون عنده مثلا دكتور خبره. بعد إذنك. السلام طب عليكم في دكتور بعد إذنك. ايوه لسه بس هو بس هكمل الدكتور المداخلة حاجه. بس، احنا لا لا، ده انا ده في نفس نقطة حضرتك، نفس نقطة حضرتك. في جوب ديسكريبشن بيبقى جاي من وزارة الصحة، يعني احنا عندنا في مصر جاي مثلا من الإحصاء، كويس. دي هو ده الاوبلوجاتري بتاعي، ولا بكتب غيرها؟ ما هو كاتب كل لا حاجة. الهيكل التنظيمي، الهيكل التنظيمي غير الجوب ديسكريبشن جايب للتمريض واضح وصريح، مش كاتب كاخصائي جوده. انا دلوقتي بعمل الحاجتين، بتعملي شغل الجوده وشغل الاشراف لا التمريضي، وانت موجود، موجود وزارة الصحة منزلة، موجود الجديد، موجود رئيس الجودة، الفريق بتاع الجودة المكافحة. طبعا شوف تاني مانداتوري هل يكون أنا موجود في بمارس المستشفى. طبعا بحاجة دكتورة غير تكمل كده، ولا دي تبقى اوبليجاتوري دي من اللون؟ يعني دكتورة كده يعني وضحت لنا النقطة دي مهمة، يعني ما دي سبيسيفيك شوية، دي هتبقى سبيسيفيك بحيث ان انا اوضح كل واحد عندي معاه شهادات ايه، ولا متطلبات اللي هو انه يشتغل في الحتة دي ايه، صح؟ لو انت ايوه، لو انت بتعملي از اورجانيزيشن انت حاطه لنفسك الرولز دي، والله انا همسك عندي الكواليتي بتاع الدوكيومنت كنترول، واحد يكون خبره كواليتي مش اقل من 5 سنين، خلاص انا حطاها اتش ار رولز خلاص عندي، حطاها في السياسات بتاعتي. وفي التوظيف مش هيجيب لي غير كده، وفي الستافنج بلان لما اطلب، ما انت بتطلبي ستافنج بلان ازاي؟ بتحطي اعداد وتكتبي ريكوايرمنتس، تقولي 5 years experience مثلا كواليتي، with quality certificate يكون هيلث كير بروفايدر، صح ولا لا؟ بتحط زي لما requirements مع بعملها للدكاتره في الاتش ار، بعملها للدكاتره في الاتش في الهيومن ريسورس. اطباء وتمريض، كل النيدز بتاعتك بتحط لها requirements بتاعتها. تمام. فانت ك داخليا governing body الوزاره، الوزاره هي اللي بتحوكم المواضيع دي وقالت لكم تمشي على الجوب ديسكريبشن دوت، خلاص دي رولز الدوله، خلاص نلتزم بيها. انا مش عارفه هي يعني في مصر حاطين الجوفرنينج بادي اللي هي الوزاره طلعت لكم جوب ديسكريبشن وقالت لك تلتزموا بيه، خلاص هنلتزم بيه. أتأكد من نقطة. يعني احنا هنا مثلا هتلاقي في السعوديه مثلا في سياسات طالعه من الوزاره الكل يمشي عليها، خلاص أوكي. خلاص ما فيش حاجه اسمها تتعملي سياسه مع نفسك، السياسه دي لازم تتطبق على كل المملكه، هتطلع من وزاره الصحه. فهي نفس الكلام، الجوفرنينج بادي بالنسبه لك انت الوزاره، قالت لك اجبار هتمشي على ده وما تغيريش فيه، ولا جايد ليك ممكن انت تعدلي، فانت شوفوا هناك الرولز ماشيه ازاي. تمام يا دكتور معلش، كنت عايزه اسال على حاجه. اتفضلي يا دكتوره تايمان. دلوقتي لحلقه وقت الكود بلو، انا اوريدي عندي العربيات بتسمح ان انا اشتغل مع حالات الانفنت وحالات الادلت، تمام، والاكويبمنت بتاعتي والسبلايز كلها متحضره على كده. انا كنت عامله كيتس كده صغيره لحالات النيو بورن، وقت ما بيحصل كود بلو اطفال مثلا بجيب السبلايز الخاصه بالاطفال، وبيبدا يتحرك بيها الفريق للمكان اللي فيه كود بلو اطفال ويشتغلوا مع الحاجه. هل الجديد ان انا المفروض اوفر في كل عربيه كراش كار كل السبلايز الخاصه بالانفنت والادلت والبيدياتريك، ولا
يس والفور يعني ولا ما ينفعش تكون بره في تري بره خارجيه، دي اسمها emergency supplies. طب الدرج برضو حطاه بره ولا في الكراش كارد؟ كله في الكراش كارد عادي، لكن انا بتكلم مثلا على اللي عندي سكوب، انا ما عنديش غير اللي هو بيشتغل مع الادلت والتشايلد، لكن الانفنت حضرتك عارفه ان هو بيحتاج لحاجات سبيسيفيك يعني بتاعه الانفنت بالاسلحه بتاعتها، يعني بيبقى منظار تاني غير المنظار ده. صحيح صحيح. حطيها كله على كله، بصي السبلايز كلها بتاعتك حطيها جوه الكراش كارت بتاعتك او على اون توب اوف كراش كارت. في طبعا مستشفيات عندها ريسورسز، فبتروح عامله لك كراش كارت واحده للادلت وتعمل واحده للانفنت. في في نفس المكان نعم المكان يعني مثلا القسم دوت فيه بيدياتريك، فبيقول لك انا عندي بيدياتريك، روح اعمل اتنين كراش كارت، خلاص دي ادلت كراش كارت ودي بيدياتريك كراش كارت. النيونيت اكيد طبعا ليهم قسم لحالهم يعني. هم عايزة أقول لحضرتك أنا عندي حوالي 30 كراش كار على مستوى المستشفى، بس أنا كنت عاملة بقى السبيل كيدز بره دي بس خاصة للنيونيت، لحالات التشايلد اللي هي الحالات اللي هي بتبقى السبلايزر بتاعت النيونيت وقت طب ما النيونيت بيحصل. ليهم قسم لوحدهم، طيب ليه مع الأدلت؟ هي أنا ماشي ماشي وارد جدا وأنا شغالة في مثلا في السيتي يجي بيبي صغير بيعمل اي اشعه اي حاجه ويحصل ساعتها. هي اوريدي لما جات لي وانا بسجل قالت لي عايزه كود بلو اطفال هنا في الرنين، وفتحت الكراش وهي عارفه ان هي، فلما لقيت الممرضه واقفه قالت لها لا حاجات النيونيت بتيجي يعني هي بتجيلي، واوريدي لقيت الفريق جاي وجايب علبه بس الجديد في المعايير الجديده مطالب مني ان انا احط كل السبلايز حتى بتاعه النيونيت جوه الكراش كور، ولا هتبقى ممكن استعيد بيها ببره بكيتس بره وخلاص زي ما انا عامله. شوفي هي في الاريا بتاعتها اللي هي فيها النيونيت نفسها لازم يكون في كراش كارت نيونيت طبعا، ما فيش كلام هي اوريدي موجوده، اوريدي انا عندي عندي اطفال. موجوده. هم بتكلموا على بقى الاقسام اللي هي السبورتيف زي مثلا اكس راي ولا كده، ان هو يكون فيها ده انا السكوب عايزه موجود. اقول بتتكلم كمان ان لو ام معاها ابنها في ده حاجه، فاللي هو برضك ممكن تتكلم في حته زي كده. فهمت فهماني الأم إيه معلش؟ يعني واحده لسه حصل ليبر يعني ان كان سي اس او نورمال ومعاها معاها البيبي بتاعها، فطبيعي جدا ممكن البيبي ده يحصل له اي مشكله وهو جوه القسم بتاع النساء، فانت تمام هتتعاملي تمام تمام اي فهمتك. في الدليفري ديبارتمنت نفسه بالظبط. يعني انا بقول لك يا تتحط في الكراش كارت يا تعمل لها وتبقى ليبلد طبعا ومعروفه دي بتاعت النيونيت، يا تعملوا لها كراش كارت لوحدكم لو الريسورسز تسمح بذلك يعني. تمام. لا طب تسمح خلاص يبقى جوه الكراش كارت تمام. طب بالنسبة ويبقى لها ليبل، يبقى لها رو معين كده يعني درو كده معين دروور حطي فيها دولت يبقى حالات دي للنيونيت. تمام الكود بلو ليكي بايز يا دكتور؟ الكود بلو طبعا طبعا هتقولي الافيلابيلتي اوف ايمرجنسي دراج، افرضي فتحتي وما لقيتيش دراج معين مثلا نت افيلابل، ده احد الكي بي ايز اللي موجوده. بس اصل انا مش لاقياه في اي مؤشر يعني. والريسبونس تايم يا دكتور؟ ده بقى في عندك سي بي ار تيم، عندك سي بي ار كوميتي صح، عندك لجنه، اللجنه دي بيطلع منها الداتا، بيعملوا هم اناليسز للكود بلو تيم وبيعملوا اناليسز للسي بي ار بروسيس نفسها. فانت الكود تعملي مثلا التايم اوف ارايفل اوف الكود بلو فروم اناونسنج الكود بلو برضه within 5 minutes وتشوفي الريسبونس وتشوفي برضه ده مؤشر بعمل الافيلابيلتي بعمل ايمرجنسي دراج. دلوقتي. او بحضر كود بلو بالفعل حي يعني بعمل دريل كده فيك، واوقات بحضر دريل اوريدي يعني حاله بالفعل، مجرد ان انا بسمع بروح وبحسب التايم وبشوف التيم يشتغل ازاي وكل واحد اخد الرول بتاعته ولا لا كده. تمام هتقولي مثلا البرسنتج اوف البيشنت ريكفر افتر كود بلو، بالظبط كم حاله ريكفرد وتشوف برسنتج بيشنت. ريكفرد ايه. تمام برسنتج بيشنت دكتور معلش حضرتك وعدتينا على الداشبورد دكتورة زينب. دكتوره زينب تدخل ترد علينا. دكتوره زينب معانا ولا فين؟ أيوة دكتورة أنا معاكي تمام.
طيب معانا معلش يا دكتورة دكتور، معلش يا دكتور، عايزين الداشبورد بتاع الداتا اللي حضرتك وعدتينا بيه ضروري والنبي. أكيد إن شاء الله، أول ما دكتور إن شاء الله فايدة تبعتها إن شاء الله بعتها على طول بإذن الله. معلش انا اسفين يعني، انت بحضرتك يعني. لا 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 ولا يهمك، أنا معاك على طول إن شاء الله. مساء الخير. اوكي دكتورة، شكرا. مساء الخير. دكتورة عفوا سمعتني؟ خلاص مساء الخير. مساء النور أستاذ دكتور فادي. دكتور عفوا سمعتني؟ أي دكتورة رزان سمعك. من أول بنادي بس ما حد سامعني. معاك رزان برقاوي، أنا مديرة جودة تحسين رأس المال البشري. بس بالنسبة للأخت اللي كان عندها سؤال على جوب ديسكريبشن قبل شوية، موجودة ولا مشيت؟ مع حضرتك كيف؟ أنت مع كنت بتسأل، حضرتك. طيب أنت كنت بتسأل عن الناس اللي عندهم وظيفتين، ايش الجوب ديسكريبشن اللي تكتبي لهم هو، صحيح؟ إذا ما فهمت سؤالك صح يعني. ايوه صح، انا يعني هم اوريدي هم اصلا بكالوريوس تمريض، تمام، واتنقلوا الكواليتي ديبارتمنت، بيشتغلوا بيعملوا يعني تو ايشوز، مرور عادي، مرور على الاقسام عادي، لمراقبه معايير الكواليتي ده ابلكيشن، وفي الديبارتمنت بيكتبوا سياسات وبيعملوا كل اعمال الجوده، اللي هو بقى كتابه سياسات، فورميوليشن، نماذج، كل شغل ممتاز، الجوده. فهمت عليكي. فانت كان سؤالك انه ايش الجوب ديسكريبشن تكتبي لهم هو. احنا على ايوه حسب توجيه قايمين سباهي لما كانوا بيجونا في كذا مستشفى، طبعا انا بتكلم على مستوى تجمع المدينه المنوره الصحي، من اكثر من مستشفى، اكثر من مقيم، كانوا يقولوا للناس تمام. اللي عندهم وظيفتين، يعني مثلا عندك طبيب وفي نفس الوقت هو مدير مستشفى، او مدير الجوده مثلا هو مثلا طبيب او ممرضه، هذول في دي الحاله تمام. نعمل لهم جوب ديسكريبشن، انه ما عندك انت اثنين من بب... وزاره الصحه، ما عندنا احنا شيء في الوظائف حق وزاره الصحه وصف وظيفي محدد للجوبز للجوده. ففي هذه الحاله بحكم يعني عملي، نعمل لهم اثنين جوب ديسكريبشن بناء على الريكومنديشن من مقيمين سباهي نفسهم. فانت اوكي وهم يعني حيكونوا قليلين يعني، غالبا مو كل الدكاتره عندك في المستشفى مثلا هم مدراء مستشفيات او مقيمين او شغالين في الجوده. ففي هذه الحاله تعملي لها جوب ديسكريبشن كأز ممرضة، وتعملي لها جوب ديسكريبشن أز كواليتي كوردينيتور، تمام؟ اوكي تمام. دي لو بتشتغل فعلا في قسمين يا دكتورة، صحيح، لو بتشتغل في قسم النيرسينج وبتشتغل عندك بارت تايم في الكواليتي. هي دكتورة حضرتك على يا بتعمل حسب ابلكيشن، مقيم سباهي، على حسب مقيم سباهي هي تكون شغالة قاعدة طول الوقت في الجودة لكنها ايوه ممرضة، ممكن لو حصلت لا مثلا كان في شواطئ أو شيء بتنزل تمريض، ممكن يعني بتحصل في حالات نادرة. فكانت لا هو توصياتهم إن أنا أنت عامل لها اثنين جوب ديسكريبشن، طيب، فأنا هي بقول في لكم حالة ان هي حاليا يعني في حاليا فول تايم في الكواليتي، بات ان هي بس ابلكيشن معايير الكواليتي في الديبارتمنت في الاقسام التمريضية، مرور هي فكرة. إذا مرور نعمل لك ومتعاقم. مين الدايركت مانجر بتاعها؟ مين الدايركت الدايركت ريسبونسبل مانجر؟ مانجر، الدايركت مانجر كواليتي، الكواليتي. خلاص هي كواليتي، هي جوب ديسكريبشن، طب هي بس بتقول دكتور الهيكلة اللي بتنزل عندك، أقسام، هي بتنزل بس هي أقسام، بتمر بتنزل الأقسام، بتمر، أيوة، بتطبق معايير الكواليتي. تمام. إذا نعمل لها اثنين جوب ديسكريبشن، هذا بناء على زي ما قلت لكم توصيات مقيمين مقيمين سباهي نفسهم. اوكي، يعطيكم العافية. هو معلش يا دكتور بعد اذن حضرتك، بس ليا رأي كده استاذن حضرتك لو تسمحوا لي. هي بالنسبه للي هي البكالوريوس تمريض اللي هي اوريدي خلاص بقت كواليتي كوردينيتور، دلوقتي حضرتك انا لو عملت لها تو جوب ديسكريبشن، هي اوريدي ان هي خلاص وان جوب ديسكريبشن اللي هي كتمريض، هي خلاص اوريدي بالفعل انتهت بالنسبه لها. هي دلوقتي تعتبر عملت شيفت كارير، يعني المفروض ان هي دلوقتي عملت شيفت كارير، يعني هي مش هتبقى مسؤوله عن بيشنت، يعني هي مش ريليتد لاي بيشنت ولا هتعمل كونكت وذ اني بيشنت. هي اوريدي ان هي بتعمل الجوب ديسكريبشن الخاص بالكواليتي كوردينيتور، فانا اي ثينك ان هو لما ينكتب هينكتب ان هي اخصائيه تمريض حاصله على كذا، عملت سنين الخبره بتاعتها من كذا لكذا، وبعد كده في شيفت كارير بقى ان هي اتنقلت من القسم بتاعها اللي هي كانت شغاله فيه لقسم الجوده، يعني اندر المانجر بتاعها فلان الفلاني، ودي بقت خلاص دي حصل شيفت كارير.
فهي حضرتك بس هيتكتب في السي في بتاعها او ان هي في الفايل بتاعها في الاتش ار ان هي قعدت كذا سنه قبل ما تشتغل في الكواليتي كوردينيتور، هي كانت في قسم كذا. انما اي ثينك ان هي مش هيبقى لها تو جوب ديسكريبشن، هو وان جوب ديسكريبشن أنا ليها كلامي في حالي البداية، أنا اللي هو معاك، بس أنا الكواليتي كلامي في كوردينيتور، البداية بتدعم الكواليتي الاثنين. كوردينيتور حاليا. تمام. تمام، طب أنا كلامي قلت لكم في البداية كانت وهذا على اساس بالنسبة تاني، وهذا على اساس اخر، معلش استاذه حضرتك اكمل كلامي، على اساس تاني تفضل. كمان انا دلوقتي لما احب اقيم اعمل لها ايفالويشن او اعمل لها دلوقتي اخد الكومبتنسي بتاعتها اشوف الكفاءه بتاعتها، هل هعمل لها على الجوب ديسكريبشن بتاع النيرس ولا الكواليتي كوردينيتور؟ المفروض ان هي واحد بس اللي هعملها، فبالتالي لازم يكون عندي جوب ديسكريبشن واحد بس اللي هو الكواليتي كوردينيتور اللي حصل من خلال الشيفت كارير اللي هي عملته. اوكي اوكي، انا شفت موضوع اخر، انا انا كلام كلامي في حضرتك صح، البدايه كلام حضرتك صح، هي بتعمل دلوقتي كواليتي كوردينيتور، بس بالظبط هي كده. بتمارس الحاجة، يعني بتمر على الاقسام، ستيل بتشتغل كواليتي وليها رول انها بتمر بشيك ليست على الاقسام وبتتعامل مع ايوه مرضى، فاهم قصدي؟ ما هو وبتبص ده على مرضى، حضرتك، بتبص على ملفات، فاهم ما هو ده قصدي؟ حضرتك، ما هو ده حضرتك من الجوب ديسكريبشن بتاع الكواليتي كوردينيتور. يعني انا دلوقتي بمسكها مريض، هي دلوقتي انا اقدر اقول لها ادخلي امسكي الفنتليتد بيشنت دوت واعملي له نيرسينج كير خاص بيه الفنتليتد بيشنت؟ ما اقدرش. انا بتكلم تمام. على حته الاشرافيه، انها بتبص على المريض، محطوط له اسوره، في اي شكوى مريض، ما هو ده بتشوف حضرتك، ده ملفه. حضرتك، ما هو ده حضرتك من ده حضرتك من الجوب ديسكريبشن بتاع الكواليتي كوردينيتور، ده من خصائصها، من ما انا مقاييمها. بتكلم في نقطه ان كواليتي كوردينيتور اللي عندي اللي هو الادمنست اللي هو الاداري ايوه ملوش نفس الجوب ديسكريبشن ده. فانا دلوقتي كان سؤالي للدكتوره، هكتبه سبيسيفيك قوي بحيث ان انا اعمل تفصيليه لكل واحد نوعيه شغله طبعا جوه بالظبط، ولا طبعا. هعمل ما هي لا دلوقتي لو كواليتي كوردينيتور دي جنرال. طب لا تسمحوا لي ارد، الكواليتي تفضل. كوردينيتور، تسمحوا لي ارد الكواليتي تفضل. هي طيب تفضل. بتتكلم انه هي بتسوي مهام patient safety في الكواليتي، ما هو عمل تمريض بيور. هنا تعمل واحد job description، انا كلامي كان واضح، قلت مثلا مدير مستشفى وفي نفس الوقت هو طبيب، هي بتعمل عمل تمريض، بتنزل وقت يكون فيه shortage يا وفي فندم شغاله مش شورتج، لا فين هي هنا هو اتنقلت بالفعل، هي اتنقلت بالفعل قاتل. للكواليتي ديبارتمنت، خلاص هي اتنقلت بالفعل للكواليتي ديبارتمنت انا ما بتكلم على الاخت نفسها، انا بتكلم بشكل عام، لكن اذا بشكل هي عام. في الكواليتي عملت شيفت كارير وبتنزل از البيشنت سيفتي، بتشوف شغل ليه علاقه بالجوده، هنا وقتها نعمل لها واحد ديسكريبشن. لكن الناس اللي بيسووا وظيفتين، وهذا على حسب توصيه قيمين سباه اللي نحن حطينا قبل كده في موقفين في ملفات موظفين، انه زي مدير مستشفى وفي نفس الوقت هو طبيب، ليه عنده واحد جاب ديسكريبشن از ا دكتور؟ اتمنى انه وضحت الصوره، لكن هي هذه ايوه الصوره بتتكلمي انت حضرتك واضحه. بتتكلمي عنها ما زالت شغاله في الجوده، والشغل اللي بتسويه بتشوف يعني من باب البيشنت سيفتي في الجوده، فهذه لا هي جوده خلاص، زي ما تفضلت الدكتوره عملت شيفت كارير، هنا نعمل لها واحد جاب ديسكريبشن. بس بيبقى سبيسيفيك موضح فيه اكتر طبيعه عمل. طبعا اكيد نعم، زي ما تفضلت الدكتوره وضحت لك كل مهام من كده. اكيد. تمام، مساء الخير دكتوره فايزه. اتفضل الدكتور فادي معاك. بدي اسال بالنسبه للترم اوف ريفرنس انفكشن كنترول، احنا حاطين كل اللي بالبي سي اي كوميتي حاطينهم بالريفرنس بالترم اوف ريفرنس، بالنسبه للاي تي هم مش موجودين بالكوميتي از ا ممبر، لازم نحطهم بالترم اوف ريفرنس ولا لو ما حطيناهم عادي؟ الاي تي لا احطه منبر معاك ليه؟ ممكن حاجات تحتاجها في التكنولوجي شويه، ممكن عندك لو عندك موضوع البندل مثلا بتستخدم البندل صح؟ ايوه البندل ده ممكن هتحتاجه مثلا ديجيتال سبورت فيه، حصل شت داون للسيستم، مظبوط، فالانفكشن كنترول مين اللي جان؟ هي اللي تشيرد باي سي او طبعا، هو دي رئيسها لازم يكون السي او بتاع المستشفى، ايوه وحط كل الاعضاء اللي هم الهيدز اوف الديبارتمنت للمستشفى عندك. موجودين كلهم ما يعني. لا تنساش طبعا كل السبورت في سيرفيسز اللي هم الكلينرز والمورج والدايتيشن، كل دولت لازم يكونوا موجودين. كلهم موجودين، بس تمام بالنسبة للاي تي يعني بما انه عندنا سيستميك لازم نحط الاي تي كمان. طبعا، هيحصل شات داون سيستم، هيحصل ابجريد للسيستم
اي حاجه حابب تعمل انتجريشن، الداتا بتاعتك ما بتظهرش مثلا، وانت بتناقش امور عندك والله لقيت في مشكله في حاجه معينه، فاحتجت الاي تي سبورت يساعدك ان انت تعمل امبروفمنت في النقطه دي. طيب عايز حطيناهم تعمل شيرد فايل بالتيرموفرنس. مثلا وهو هيساعدك فيه كده. طيب حطيناها بالتيرمو في ريفرنس، لازم نحطه بالبي سي اي كوميتي كمان از ا ممبر، ويكون بالمينت اوف ميتنج، ولا لو حطيناها بالتيرمو في ريفرنس بس وما ما حطيناها هو بال الترم اوف ريفرنس في الممبر شيب موجود. مظبوط. طيب فهو اكيد هيحضر الميتنج وهيناقش حاجه، هيتكلم في حاجه، فهيبقى في المينتس اوف ميتنج لو في اجنده خاصه بيه. مظبوط. بس هو لازم يحضر طبعا، وفي الاتندنس شيت لازم يوقع. طيب ماشي، شكرا شكرا للدكتور. معلش يا دكتور، سؤال صغير تاني. سياسة الداتا فاليديشن مين المفروض يتشيك اب يراجعها تاني ورايا بعد كتابتها؟ الاي تي، مدير الاي تي؟ اي داتا معلش. انا دلوقتي بكتب سياسة الداتا فاليديشن، يعني انا دلوقتي خاصه اجريجيشن للداتا، بالبيشنت يعني قصدك ميديكال ريكورد البيشنت داتا. البيشنت داتا اللي انا الجودة بتجمعها، انا بكتب سياستها، مين المفروض يراجع ورايا السياسة دي؟ كلينيكال مسؤول داتا، كلينيكال ايه؟ الكلينيكال داتا يعني قصدك، مؤشرات الكلينيكال داتا، الاداء والميديكال ريكورد مؤشرات داتا. الاداء وميديكال ريكورد والكي بي اي والكلام ده كله. حلو حلو. كلينيكال داتا يعني. طيب تمام، انت هتعملي prepared by quality، هتعملي هنا الريفيو، حطي الريفيو طبعا الابروفال كله هيكون السي او. طبعا الابروفال كل السي او. تمام، ممكن تحطي عندك هنا الريفيو باي، حطي انت ريبورتنج لمين في الكواليتي؟ ريبورتنج لمدير الجودة عندي. طيب هو اكيد هيوقع الريفيو الكواليتي. طيب دايركتور، بس هو كان يعني الأوقع المفروض اللي يرجعها ورايا هو مدير الجودة ولا الاي تي، مدير الاي تي؟ رئيسك انت؟ لا مش الاي تي، الاي تي ملهوش علاقه، الاي تي خاص لو هتتكلمي على ديجيتاليزيشن وحاجه خاصه بالهيلث انفورميشن سيستم داتا، لكن انت بتتكلمي على كلينيكال داتا ملهوش علاقه الاي تي خالص هنا معاك. ما انا بيجي لي داتا من بره، من بره الكواليتي، مثلا من المعمل، من ال كلها كلينيكال. كلها كلينيكال. لا ملهوش علاقه الاي تي هنا خالص، الاي تي خاص بس بجزئيه الديجيتاليزيشن بس. ديجيتاليزيشن، هيلث انفورميشن سيستم، لكن يعني هو رئيس مركز مباشر. في السياسه. لا هو ممكن يكون يوقع اللي هي ايه، لو ليه بارت عندك انت حاطه له اي رول عندك في السياسه ده، هي ان انت لا مش حاطه له اي بارت خالص، هي يعني مجرد سياسه بتتكلم كلها عن داتا كولكشن الداتا وفاليديشن. يعني ديبارتمنتال بوليسي وليست مالتي ديسيبلينري. لا مش خلاص مالتي ديسيبلينري. ملهوش توقيع، ملهوش. انت طب اللي رئيسك وقع انت مين؟ اللي يوقع، رئيسك انت. اوكي. prepared by your name, reviewed by the quality director, approved by the hospital CEO. اوكي. لو انتوا بتريبورت للسي او ولا بتريبورت للسي ايوه او؟ طبعا، ايوه طبعا، ايوه طبعا. infection control. ايوه لازم السي او على طول. فخلاص يبقى احنا prepared by your الجوده name سي او. وreviewed by the quality director وapproved by the CEO. ثلاثة signature هنا بس. اوكي. طيب استاذه شكرا معلش يا لك، دكتور، شكرا يا دكتور. حاجه صغيره معلش يا دكتور، احنا عارفين ان احنا تعبنا حضرتك والله، شكرا جزيلا لحضرتك والله. الله يسلمك. حضرتك اللجنه الخاصه بالتدريب والتعليم المستمر عندي، المفروض ان الاعضاء فيها مين اللي يكون موجود فيها؟ التدريب والتعليم، ثواني. طيب انت اكاديميك افير؟ انا حضرتك في الجامعه نفسها. ايوه في الجامعة. هو أنا مش عارفة الاستراكتشر بتاع الجامعات ازاي بصراحة، فاحنا على ليفل مستشفيات هتحط طبعا فيها اتش ار، ان هيحتاج فيها انت لازم الاتش ار عندنا يعني شغل، عندنا على الشغل. سكولرشيب، ولا مثلا هيطلعوا تدريب بره او حاجة، هتحطي فيها السي ام او الاداره الطبيه، لان لو عنده مرشحين مثلا، مش عارفه بقى المسميات هناك هتكون ايه. التدريب هتحطي فيها الاتش ار، هتحطي فيها الماليه تمام. لو الماليه عشان فلوس ومحتاجه مثلا هتسبورت ليهم، مش تمام. عارفه لو الفاينانس هيكون تحت الاتش ار او هو اداره لوحده.
تمام. فدي اهم حاجه، الاتش ار والفاينانس عندك والاداره الطبيه طبعا، حطي فيها النيرسينج، هل الاداره هناك ولا ملهاش؟ مش عارفه يعني. ايوه انا في طب حضرتك لو بالنسبه للمستشفى نفسها، يعني هي حتى لو حتى اكاديميك، طب بالنسبه للمستشفى نفسها، يعني انا عايزه بعمل زي بروتوكول بيني وبين المستشفى، فالمفروض ان يبقى فيه لجنه التدريب والتعليم الخاصه بيهم، احط فيها مين؟ انت هتعملي لهم لجنه جوه المستشفى، ايوه لجنه تدريب وتعليم في الهوسبيتال، هتحط فيها الاداره الطبيه، هتحط فيها النيرسينج، هتحط فيها الاتش ار، وهتحط فيها الماليه، لازم يكونوا تمام موجودين دول. تمام تمام التمريض حضرتك اللي هو المفروض الهيد نيرس ولا المدير العام بقى اللي هو الجنرال مانجر اوف نيرسينج؟ شوفي دي يعني مش لازم هو الرئيس، بس يحط يتحط حد من النيرسينج ريسبونسبل يدي الفيدباك والاوت كام بتاع اللجنه دي، يبلغ بيها التشيف اوف نيرسينج اللي موجود. هي ممكن حاجه اقول على عادي وما الطريق. فيش مشكله، يعني ما لهاش رولز معينه، ما قالوش ان هي لازم تكون موجوده في الاكاديميك او التريننج كوميتي. ممكن اقول اوكي على التبرع عندنا يا دكتور؟ شكرا نعم جزيلا لحضرتك، شكرا ممكن اقول جزيلا. على التبرع على بإذن حضرتك يا دكتور. كل التوفيق. الدكتورة إيناس اتفضلي. ايوه اتفضلي. انا دكتوره ايه؟ ها اتفضلي. من فضلك يا دكتور، أنا بس هكرر سؤال الزميلة اللي سألته قبل كده بس هفصله شوية. إحنا في المستشفى داخلين اعتماد بس جهار، تمام تمام؟ إحنا المستشفى بتاعتنا مستشفى مباني أفقية بينها مساحات كبيرة، لدرجة ان البيشنت بيتم نقله من مبنى لمبنى تاني عن طريق سيارة اسعاف، تمام؟ الو، ايوه دكتورة السؤال فايدة. فين؟ السؤال احنا عندنا الكراش كارت، احنا زي ما هي ذكرت عندنا حوالي 30 كراش كارت، وطبعا انا مش بقدر اتنقل بالكراش كارت من مكان لمكان لان المساحات واسعة والوقت بيبقى كبير، فانا بضطر ان انا تقريبا في كل مكان حتى كراش كارد، تمام؟ فانا في عربية عشان الإسعاف، حطي كراش كار نعم في عربية الإسعاف، حطي كراش كار في عربية الإسعاف. هو ده اللي الزميلة سألته يعني، وانا كنت عايزة اوضحه. هو انا عندي في الاماكن العادية يعني الاماكن بتاعت النيونيت اللي بيبقى موجود فيها نيونيت اكتر، يعني زي مثلا النيكيو والنسا والحاجات دي، عندي فيها الكراش كارت بتاعتي جوه المكان، فيها كل الاكيوبمنت والسبلايز الخاصه بالنيونيت، تمام؟ بس انا عشان خاطر ابقى العربيات كلها واحد، تبقى العربيات كلها فيها كل المستلزمات، فده بالنسبه لي هاي كوست، دي حاجه. الحاجه التانيه ان هي ممكن تبقى اكسبايرد في وقت، يعني في حيث ان انا مش لان انا مش هستخدم كل المستلزمات دي على مثلا 30 كراش كارت، حضرتك فهماني؟ فهي كانت بتسأل هل هي كانت بتسأل هل ينفع أعمل زي ما حضرتك قلتي كيتس مثلا، تبقى الكيتس دي تتحرك مع الكود بلو الخاص بالأطفال؟ بس هو ده السؤال، بس أنا قلت أوضح السيتويشن أكتر يعني، عشان بس لأن دي مشكلة عندنا وإحنا مش عارفين نعمل فيها إيه بصراحة. ولا لازم الكراش كارت في كل مكان أنا حطاه لازم تكون فيها كل الإكيوبمنت والسبلايز بتاعت النيونيت؟ أنا خلصت سؤالي. شوفي يا دكتورة اللي سأل السؤال بتاع النيونيت، الفوليوم صحيح قليل، حالات نادرة زي ما بتقولي، وأماكن ريموتلي وما فيش. شوفي احنا للستاف سيفتي والبيشنت سيفتي ده بيقول لك زيرو توليرانس فيها، حاطين كراش كارت في أماكن في الستور، تخيلي المستودعات بتاعت المستشفى حاطين فيها كراش كارت ليه؟ تمام يقول لك ممكن استاف يروح هناك او ممكن يجي لي فيندور من بره كولابس، هدخله المستشفى ازاي؟ فالمستودعات اللي هي بينها وبين مبنى المستشفى نفسه اللي بتقولي بنمشي بالاسعاف حاطين فيها كراش كار. فالبيشنت سيفتي ده فيري كروشير بصراحه، يعني انا بتكلم على يعني مش عارفه يعني هو هنا ما فيهاش ديسكشن.
صحيح كوست للسبلاي حلها لك ببسيطه جدا، في بوليسي بتقول لك ان انت بتعملي تشيك على كل الاكويبمنت وعلى الدراجز اللي عندك، صح؟ تمام. بتشيك عليها على الديلي بيز. في حاجه اسمها نيرلي اكسبايرد وحاطط لك ليميت قال لك 3 شهور، لما عيني تيجي اقول ان الايتم ده 3 شهور يبقى اكسبايرد اروح مطلعه من الكراش كارت ومودعه واستخدمه بره. احنا اوريدي عندنا البوليسي دي ومتنفذه فعلا. تمام تمام بس اقصده مش الكراش، انا عندي الكراش كارت موجوده في كل لا مكان. الكيت لا انا كان سؤالي على السبلايز والاكيبمنت بتاعت النيونيت خاصه، مش على كله. ايوه فهماكي. قلتي بس الفوليوم قليل جدا وبتستخدمي كيت خارجيه وكده. emergency is emergency، هيطلب يعني منك المعيار قال لك ايه؟ قال لك secured emergency supplies. اعمل كل العربيات ستاندرد. تعملي لها تري لوحده كده درور ولا ايه فيها كل السبلايز بتاعت اليونت، وتتحط عليها ليبل وعانك الله كل 3 شهور نيرلي اكسبايرد تعملي له ريبليس. تمام، شكرا جدا لحضرتك. لان عارفه هتدخلي هيقول لك قصه ايه، طب لو ما فيش، طب لو الكيت مش عارفه ايه، طب لو اتاخر على ما جاب لك بص هتدخلي في دايلمه اسئله كده مش هتطلعي منها. خلاص هي كراش كارت سكيورد عليها احنا عارفين، وعليها الكيس بتاعتها، والكيس ده هي لازم بارقام معينه، صح؟ تمام احنا كده ما بقناش ايمرجنسي سيتويشن خلاص. تمام مفيش مشكلة. طب بالنسبة للكي بي ايز بتاعة الكود بلو، هو مفروض معيار الجهار في الكود بلو مش طالب، يعني مش طالب يكون فيه كي بي ايز للكود بلو صحيح كمعيار. تمام. تمام هل تمام بصي انا مثلا انا ممكن اعمل ده بحيث ان انا احسن الاداء او اعمل امبروفمنت بروجكت، هقول لك بس هل انا لو انا هبدأ من دلوقتي وانا مثلا داخله اعتماد كمان 6 شهور، هل مش هيحاسبني على اللي بعد كده؟ لا يعني على اللي قبل كده؟ ليه بقى؟ ليه؟ لأن أنت أكيد في الجهار أكيد في مانداتوري كي بي أي، صح؟ في مانداتوري كده. في مانداتوري هو دي اللي هيحاسبك عليها. تمام، يعني مش هيحاسبني والإكسترا كله عمره ما هيقول لك عليه، حتى لو بدأتيه بكرة يعني قبل ما يجي لك بيوم ما فيش أي مشكلة. تمام، متشكرة بس جدا. أنت عندك السي بي آر كوميتي، صح؟ عندي وبيناقشوا فيه كل التشالنجز والأوت كام اللي بيطلع من السي بي آر تيم، وكل انا عندي كيس اتعمل لها سي بي ار بتتناقش. انا تمام انا عندي عامله صوره لكل ريكورد بيتعمل عليه كود بلو، ومفروض الصوره دي بتروح للكوميتي. وبتتناقش هناك كل الحالات اتعمل لها سي بي ار، اه وبتراجعوا الكود نفسه وبتراجعوا السي بي ار اكتيفيتيز نفسها. براجع الدور بتاع الفريق، وبراجع التقييم بتاعه، وبراجع هو وصل في قد ايه، وبراجع تمام. السبلايز كانت متاحة ولا لا، يبقى وكل حاجة. كتيم وكبروسيس نفسها للسي بي ار. تمام بس ماشي يا فندم، شكرا جدا. مؤشرات اداء بدل ما اتذكرتش عندك في الجايد بتاعهم صريحة، خلاص لا ما اتذكرتش. تمام يا فندم، شكرا جدا لحضرتك. لو سمحتي يا دكتورة فايزة. اتفضلي السلام دكتور. عليكم. لو سمحتي بس انا عندنا في مشكلة دلوقتي في المستشفى، ان احنا عندنا الصيادلة هم يعني التمريض هم اللي بيكتبوا طلبات العلاج ويصرفوه ويرجعوه ويعبوه. في مشكلة قائمة دلوقتي ان هم عايزين الصيادلة هم اللي يصرفوا ويكتبوا طلبيات، بس التمريض يستلم منهم العلاج ويرجعوه ويديه. هل بقى ايه الصح في الموضوع ده؟ وهي ايه البراكتس عندك، ان التمريض هو اللي بيطلب؟ هو اللي بيعمل الطلبية وبيصرفها وبيعبيها لا وبيديها. هو دلوقتي الموضوع قائم، وحتى طلبوا ناس من المديرية وكده عشان يحققوا في الموضوع، بس الكل بيقول سيادة مستشفى. بس أنا شايفة إن الجوب ديسكريبشن بتاع الصيدلي إن هو اللي يصرف وهو اللي حتى يجهز كمان انت شايفه جيسي هي المحل. قال لك ايه؟ كل الفارماسيست حتى ان هم مش الناشونال مقتنعين بده. اكريديتيشن بتاع سباهي في السعوديه، عشان انا ما قريتش جهار عشان ما اكدبش عليكي ما اعرفش المعايير المصريه بتقول ايه، بس برضو بتقول الفارماسيست ما دخلتش خالص. ده عارفه قالت لك ايه في التمريض؟ لو مش واخد تريننج على الاي في بريباريشن ولا الميديكيشن ادمنستريشن ما يديش. لا يدي.
بس الادمنستريشن بس، وقال لك الهاي اليرت ميديكيشن يبقى اندبندنت دبل تشيك، ما تديش لوحدك، اخليه انا يطلب لي ادويه ويطلب لي. لا طبعا نوت هيز رول ات اول، طبعا ده فارماسيست رول يور. طيب كمان نفس الكلام كله عنده صاحب هو. التحاليل، ايوه كمان نفس الكلام صاحب التحاليل، هم اللي بيعملوا كل حاجه للمعمل. بيعمل ايه؟ بيعمل في بنك كولكشن وبيعمل اكستراكشن كل حاجه للسامبل. كل حاجه. فبيستند في كده بند في الاخر الجوب ديسكريبشن بتاع التمريض الى ما يسند اليه من اعمال. فكل حاجه بقى نازله تحت الكلمه دي، كل ما يقولوا حاجه ده هو ده شغل التمريض، انت اكتر حد ملامس المريض، انت اكتر حد متعامل مع المريض، انت الحد متعامل مباشر مع المريض. هو بيرموا عليكوا طبعا، انتوا محتاجين empowerment اكتر، محتاجين حد ايه بص ما هو ده يعني. بقى مش هم فعلا عاملين دلوقتي حاجات وطالبين حد يجيب لهم سياسات، حد يجيب لهم معايير، ما هم مش لاقيين محدش واقف جنبهم، والاكتر الجوده هي اللي كمان طالبه منهم الكلام ده، هي اللي لازمهم بالكلام. فالكلام ده صحيح، انا عن نفسي مش مقتنعه بيه. لا دور التمريض في اللاب واضح جدا. لو انت الكترونيك سيستم بتروحي تسحبي السامبل من المريض وتعملي له كولكشن على السيستم وتنزلي العينه للمختبر بس، وبيجي لي الكترونيك تمام. سيستم على الريبورت. لكن ده في كمان مستشفيات عندها فلوبوتومي تيم، يعني هي اللي هم اللي بيسحبوا فلوبوتومي تيم، ده ايوه بيبقى ستاف تبع اللاب وكده هو اللي بيسحب يعني. تمام فلكن يعني ايه، علشان الخدمه مش موجوده كتير، فطبعا التمريض هو اكيد اللي هيسحب العينه. بس فهو ده دوره ان هو يسحب ويعمل كولكشن ويبعت العينه للمختبر. ايه المطلوب منه اكتر من كده؟ تمام شكرا يا دكتور، شكرا حضرتك، العفو. ماشي انا كنت بس بتأكد ان انا رأيي صح، شكرا. لا تمام، العفو ليك، العفو. إن شاء الله نلتقي قريبا ونقول لكم تصبحوا على خير. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور، الحقيقة احنا جزاك الله استفدنا خيرا جدا يا جدا دكتور، من حضرتك والله، ربنا يجازي حضرتك كل خير، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا، واحنا سعداء والله بلقاء حضرتك دوت، سعداء جدا جدا الله بلقاء حضرتك. يعني. بتتكلمي صوت دكتورة زينب بالظبط. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، وربنا يجازيك تكرمين يا دكتور، يا رب. ربنا يديك الصحة يا رب. شكرا يا دكتور والله، ميرسي جدا تنسيناش يا دكتور لحضرتك. في الداشبورد زي ما حضرتك وعدتينا. بأمر الله تعالى، بأمر السلام الله إن عليكم. شاء الله. رعاية الله، أشوفكم على خير مع إن شاء الله. السلامة، مع السلامة، مع ألف سلامة حضرتك، في رعاية الله.